أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. بإذن الله هنبتدي النهاردة Lecture 2 في النيرف، ودي طبعا في موضوع أنا عارف مسبب لبعضكم مشاكل، وهي الأكشن Potentials بأنواعها والأيونيك بيزيس والإكسيتابيلتي تشينجز. وزي ما قلنا في سبيل تحسين السيستم، فإحنا هنحط أسئلة related للمحاضرة عشان ده هيبقى أفضل. فإحنا هنبتدي، كنت نزلت لكم امتحان نيرف الماسل، فتعالوا أو آسف نيرف على النيرف على المحاضرة الأولى، تعالوا نحاول نحله مع بعض. فالامتحان على النيرف وهو كالآتي، أو عشان يبقى جزء أصيل في الفيديو فيبقى تقدر تحتفظ بيه. طبعا لما تبقى تحل بقى ثبت الصورة وما تبصش على الإجابات اللي بالتحت، يعني لو ما كنتش حليت. إنما هو نجاوبه تاني. السؤال الأول كان الأمينيتد نيرف فايبرز، والإجابة الصحيحة كانت are post ganglionic autonomic fibers. post ganglionic بيبقوا C fibers أمينيتد، يبقى الإجابة الصحيحة B for baby. السؤال الثاني كان regarding coronaxy، فكانت الإجابة الصحيحة إن it's a measured excitability. طبعا انتوا عارفين الكروناكسي هو that minimal time needed by double diuresis، ما هياش double diuresis A، وما هياش the minimal time اللي هو T، هي minimal time needed by double diuresis، وطبعا it's taken at the measure of excitability. فالإجابة الصحيحة C for cat. Resting membrane potential is maximally affected by changes in. ده من أشهر الأسئلة في الـMSQ، وحفظتها لك حتى سماعي. قلت إن resting membrane potential ده بنسميه polarized state. اوعى تنسى مع حيات الطلبة بيقولوا بنسمع صوتك. polarized state اللي بيأثر فيه هو potassium. اوعى تنسى أكتر حاجة تبوظ الكهرباء الأساسية during rest هي ال polarized state، هو البوتاسيوم. يبقى الإجابة الصحيحة ايه؟ نيجي بقى السؤالين الجايين، دول صعبين، وبوريكوا example الأسئلة اللي بتيجي هنا. هنا طبعا الامتحان كله في أمريكا وفي كندا multiple choice فقط، وزي ما بقول إنه التقدم العلمي قائم على التدريس من ناحية اللي هو الفهم، مش الحفظ، مش التسميع، مش الحاجات دي، ده لا تلزمهم هنا على الإطلاق، مش عارفين هم ناس حفيظ. ونمرة اتنين الامتحانات. فتعال نشوف، ادي مثال لمسألتين عاوزين نفكر معهم. بيقول لي عشان كده هقراهم بالكامل معاكم. Regarding a sodium potassium pump، اختار الـ incorrect. All are correct except. هل هو انتي بورت؟ طبعا، لانه بيرمي انتي بورت، قلنا مادتين في اتجاهين، فهو بيرمي الصوديوم اللي بره في مكانه الاصلي والبوتاسيوم اللي جوه في عكس الاتجاه، يبقى هو انتي بورت بامب. هل هو الكتروجينيك؟ طبعا، لانه 3 صوديوم يقابلهم 2 بوتاسيوم، يبقى عليه الاوتر سيرفيس اللي عليه 3 صوديوم هيبقى مور بوزيتيفلي تشارجد بالنسبة للإنر اللي اتحط عليه 2 بس بوتاسيوم، وعشان كده اعتبرنا الصوديوم بوتاسيوم بامب القوة الثانية في صناعة الريستنج ميمبرين بوتنشال. هل هو إف ستوبت، في عندنا مادة بتبوظ الصوديوم بوتاسيوم إتي بيز، الإنزيم اللي بيدي الطاقة فتوقف صوديوم بوتاسيوم بامب، هل السيلز هيحصل لها إيه في الحالة دي؟ والسويل أند رابتشر، صح طبعا، عارف ليه؟ وقفت صوديوم بوتاسيوم بامب، يبقى الصوديوم اللي دخل جوه الثلاثه اللي دخلوا صوديوم مش هيخرجوا، والنيم بوتاسيوم اللي بره مش هيدخلوا. يبقى تاني عايزك تخيل من غير بامب، يبقى ثلاثه بالعكس، ثلاثه صوديوم جوه واثنين بوتاسيوم بره، يبقى عدد الايونات اكتر فين؟ جوه. ثلاثه صوديوم جوه هيفضلوا جوه مش هيقدروا يطلعوا بره. واحنا قلنا الاوزموتيك بريشر في المحاضره السابقه بيعتمد على النمبر اوف اينز، يبقى هنا الصوديوم اكتر هياخد، هيشفط ميه، الخليه هتنتفخ وتنفجر وتوفر الله، لان قلت صوديوم بوتاسيوم بامب ده مش موضوع نيرف الماسل بس، ده في كل خلايا الجسم.
سؤال دي if stopped هل الممبرين هيحصل فيه هايبر بولاريزيشن؟ هي دي اللي غلط وعليها الاجابه اللي تختارها. لو وقفت سوديوم بوتاسيوم بامب يبقى الار ام بي معتمد فقط على الريستنج ممبرين بوتنشال، اسف على الريستنج ممبرين بوتنشال معتمد فقط على السلكتيف بيرميابيلتي اللي هي مسؤوله عن كام؟ عن ناقص 86 بس، يبقى بدل ما احنا ناقص 90 بقينا ناقص 86، يبقى ده حصل ديبولاريزيشن. القيمة الفرق بين الاوتر والانر، انسى الاشارة، الاشارة ماينس دي ملهاش اي قيمة. احنا مش رياضيا هتقول لي رقم ناقص 86 اكبر رياضيا من ناقص 90، احنا عارفين الاشارة دي لا ترمز للكم، انما ترمز لنوع الشحنات على الانر سيرفس انها نيجاتيف. فبدل ما فرق الجهد هيبقى 90 والانر نيجاتيف، هيبقى فرق الجهد اقل 86 الانر نيجاتيف، يبقى حصل بالعكس ديبولاريزيشن مش هايبر بولاريزيشن، فدي الاجابه الخطا. وهنشوف النهارده مع الاكشن بتنشا هتفهمها اكتر باذن الله. طيب السؤال الخامس ده بقى يعني، ودي تجربه على فكره عملوها هنا، هم بيجيبوا لهم التجارب وازاي الناس يعني خرجت بالمعلومات. اذا الالفا الاي الفا فايبرز خليتها سراوند بس بفلويد فيه بوتاسيوم، الريستنج ممبر بتنشا بقى ايه؟ فكر لو الفلويد فيه بوتاسيوم فقط بالنورمال كونسنتريشن، يبقى هطبق المعادله اللي بتتعامل مع اين واحد بس مش مع كل الاينز، يبقى اختار هل هي النيرنست ولا الجولدمان اللي بتتعامل مع اين هي النيرنست، يبقى هنطبق معادله اين واحد وهي البوتاسيوم. في الحاله دي هيطلع الريستنج ممبرين بوتنشال هو القيمه بتاعه البوتاسيوم اللي هي ناقص 94. طب طالب يقول لي طب ما لسه في صوديوم بوتاسيوم بامب. لا يا بابا، ما فيش صوديوم بوتاسيوم بامب، الفلويد ما فيهوش غير بوتاسيوم. الصوديوم بوتاسيوم بامب عشان يحدث، كانت اول جمله، لازم all sites are saturated، لازم تملى 3 صوديوم و2 بوتاسيوم عشان يشتغل. طب هنا انت الفلويد ما فيهوش غير بوتاسيوم، يبقى وقف صوديوم بوتاسيوم بامب، فانت معتمد فقط على السلكتيف بيرميابيلتي وفقط على ايون واحد اللي هو الاهم طبعا اللي هو البوتاسيوم. ففي الحاله دي هيبقى الريستنج ممبرين بوتنشال هو بالظبط الايكوليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم اللي هو اكوردنج تو نيرنست ماينس، فاكر 61 لوغاريتم البوتاسيوم انسايد على اوتسايد 35 على 1، قلنا بتطلع النتيجه 94. دي هي الامتحانات، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى هي دي. بليز الامتحانات دي أنا بتعب فيها إيكوالي قد الشرح، محدش يستخف بيها، أنت في الآخر هنقيمك مش أنت سمعت إيه، هتجاوب إيه في الامتحان. ف يعني بليز احنا قلنا في سبيل إن احنا تحسين السيستم دلوقتي أهو بنحط أسئلة مالتيبل تشويس والاجابات بتنزل لك قبلها بشويه وراها الاجابات. انا عايز اقول لكم حاجه، ان باذن الله اذا كان في العمر باقيه وفي الصحه باقيه، احنا في الاخر هنعمل يعني نوعين من الامتحانات. هنعمل امتحان كبير على كل ماده، يعني على الاوتونوميك كاميرا، على النيرفال ماسل كاميرا، على انتروداكشن، على البلاد وهكذا، وامتحان تجريبي يمثل تماما الامتحان اللي هتدخل فيه في الترم، لان انت مش هندخل، احنا مفيش ممثل يطلع المسرح من غير ما يبقى عامل اكثر من بروفا. فكره الامتحان اللي هو تجميعي لكله زي اللي هتتعرض ليه عشان تعرف مستواك قبل ما تدخل بالظبط، تبقى عارف. طب انا عاوز اعرف مواطن الضعف عندي، عشان كده هعمل لك اوتونوميك لوحده، نيرفا مصر لوحده، انتراكشن لوحده، بلاد لوحده، وهكذا، عشان تشوف هو انهي امتحان لوحده اللي بتجيب فيه نمره اقل، يبقى دي الماده اللي تراجعها اكتر. فباذن الله هنعمل كده، وي هاف سيستم متكامل وبنسعى الى تحسينه. فتابع معايا. نيجي النهارده للمحاضره بتاعتنا، انا عارف ان كثير منكم مستنيينها، وهي الاكشن بلانش. فنتوكل على الله ونبتدي محاضره الاكشن بوتنشال. دلوقتي احنا قلنا يا شباب
ان الكهرباء في النيرف اند مسل مسرحيه من ثلاث فصول بيقوم بها ثلاثه تشانلز، كنا درسنا واحده منهم بس، وقلت ان الثري تشانلز دول خد فيهم جائزه نوبل هوجكن وهاكسلي. وانا برضو اقول مره اخرى للي بيسمعني اول مره، جائزة نوبل بتعطى في الميديسن والفيسيولوجي مع بعض، يعني هي جائزة واحدة للميديسن والفيسيولوجي. وده ليه؟ عشان تقدم الميديسن أساسا مرهون بالبروجرس بتقدم الفيسيولوجي، وده مش هزار. أنا هقول لك حاجة صغيرة، كان امبارح عندي واحد صديق ابنه هنا في اليونيفرسيتي في تورونتو بيسموها اليو اف تي، بيدرس طب بس بيفهم عربي، فهو زملائه من العرب بيسمعوني، فكنا بنتكلم عن أهمية الفيسيولوجي. هو راجل مهندس، فقلت له أقول لك حاجة بسيطة جدا، أنت ممكن تصلح عربية، ما أنت وظيفتك كطبيب تصلح الخلل من غير ما تبقى فاهم النورمال ميكانيزمز اللي بتشتغل بيها كل حتة في العربية. يعني ممكن تدخل تصلح وأنت مش عارف هي الأول شغالة إزاي؟ فقال لي لا معاك حق. قلت له احنا بقى الفيسيولوجي مش انا بقولها ان هم في نوبل بيدوا الجائزه في الميديسن والفيسيولوجي مجتمعه، وعلى فكره ومعظم الجوائز بتتاخد في الفيسيولوجي عشان تبقى عارف، لان هو البروجريس اساسا في الفيسيولوجي دلوقتي بيعملوه احسن بقى على موليكولر يعني ليفل. فبليز اهتم بالفيسيولوجي كويس قوي قوي قوي، لا يمكن هتبقى طبيب ناجح من غير ما يفهم الفيسيولوجي، لا يمكن. هتصلح abnormal function وانت ما انتش فاهم النورمال فانكشن. وبليز حاول تتابع محاضرات العبد الله لانها لا تعتمد على التحفيظ والقراءه انما على الفهم والفهم العميق، فحاول تتابعها معايا كويس قوي قوي، وكل مره هتلاقي كده. وبعدين هقول لك حاجه عشان تعرف، برضو قلنا في جائزه نوبل اهو، قلت احنا في الاوتونوميك جائزة نوبل في الأستايل كولين، جائزة نوبل في النور أدرين، دلوقتي جائزة نوبل في التشانلز هوجكن وهاكسلي. ويمكن ناس بتسألني هو أنت ليه بتقول أسماء الناس؟ عارف لو بندرس هنا ما قلناش أسماء الناس يلغوا العقد بتاعنا فورا. تسألني ليه؟ هو إزاي بيحصل progress of mankind؟ بأنه ناس بيبقى عندها motives حماس إنها تخترع وتعمل وتكتشف عشان اسمها يخلد في التاريخ، ما يروحش الى زباله التاريخ، يخلد. طب اذا انت طالب ولقيت ان الناس اللي تعبوا وعملوا اكتشافات وقدموا الانسانيه اسمهم لا يذكر في المحافل الطبيه في الجامعات، ما لا يذكر فين؟ ايه الموتيف، ايه الدافع انك انت تشغل دماغك وتحاول تكتشف حاجه الا انك بتشوف ازاي الناس دول تملي اسمهم يتقال؟ عشان كده هنا اتس ا ماست انك لازم تقول اسم المكتشف، اللي هو انا عارف ان زملاء كثير يعني كثيرين ما يعرفوش اساسا مين اكتشف ايه ولا التجارب اللي عملوها ولا وصلوا ازاي اساسا لهذه الحقائق. دي سلايد بقولها مش عشان اضيع وقتك ومش عشان فقره المعلومات العامه، دي نمره 2، عشان ده لازم عشان تستثيرك انك باذن الله تبقى زيهم كده كما رحمه الله احمد زويل والناس دي. طيب نبتدي المحاضرة الثانية في النيرف، ودي عاوزك بقى كلك آذان صاغية معايا كويس جدا. قلت يا شباب على ايدك دلوقتي الشمال، واتمنى الريزوليوشن يبقى كويس بعد ما الايباد اللي هو البرو ده ايباد برو، مسرحية من ثلاث فصول. اول فصل اهو اللي بشاور عليه بالليزر خدناه المحاضرة السابقة اللي هو البولارايز ستيت، ان الريستنج ممبر بوتنشال في اثناء الريست بتبقى كل خلايا جسمك خاصه النيرف ماسل بيبقى فيه بوتنشال ديفرنس ما بين بره وجوه. في حاله الاي الفا فايبرز، وقلت لك ليه نقينا الاي الفا فايبرز، انا عارف ان في جامعات بتاخد ارقام تانية. الله، هو معظم الناس اشتغلوا ليه على الاي الفا ما اشتغلوش على البي ولا فايبر؟ لانه ده اكبر فايبرز فايزلي ديستكتد، سهل نشرحه ونخرجه. وخد بالك احنا مش هنشعل النير مع الفايبر، كل الكلام ده تحت الميكروسكوب عشان تبقى فاهم. فليه صعب على روحنا؟ فعشان كده بيحبوا يشتغلوا على الاي الفا، عشان كده ملتزم باعداد الاي الفا اكتر. ما
مع ان انا عارف ان في جامعات قال عشان يختلفوا يقولوا ارقام تانيه بتاعت البيو بتاع فلخبطوا الطلبه بس ادي ادي اللي يصلوا اليه. ففي الاي الفا فايبر البولارايز ستيت ريستنج ممبر بوتنشال قلناها في المحاضره الماضيه بيبقى في فرق جهد بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، وقلنا يعبر عن فرق الجهد من وجهه نظر انهي سيرفيس الانر سيرفيس بيبقى عشان كده بيكتبوها ماينس 90. لو ما حطيتش ماينس تبقى غلط لان اتفق العالم كله انك تديني معلومتين ان في فرق 90 وتقول لي الاشاره، الاشاره دي بتعبر عن الانر سيرفيس اتفاق عالمي. اما تقول لي ماينس 90 يبقى انا خدت معلومتين ان في فرق جهد 90 وان الانر هو اللي عليه نيجاتيف تشارج، احنا متفقين. واهم حاجه قلت ملي فولت ليست بفولت. مين المسؤول عن الفصل الاول ده اللي هو قبل اعطاء المؤثر؟ شانل اسمها انوردز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. انت لو عايز تفهم علمتك حاجه لطيفه قوي، هما بيتكلموا من الشمال يمين، احنا بالعربي بنفهم من اليمين للشمال، مخنا يعني اتصمم اتوضب على انه من اليمين للشمال. يعني لو انا اقراها كده اقول يبقى دي تشانل من الاخر الاول. ليه سموها بوتاسيوم؟ لانها بتسلكت البوتاسيوم اكتر من غيره من الايونات. قلنا كانت بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم كم مره؟ فاكر 20 100 مره، والبوتاسيوم اساسا جوه. فلما هي تسلكت البوتاسيوم البوتاسيوم فرصته انه يخرج وهو بوزيتيف فيبقى بره مور بوزيتيف بالنسبه لجوه. وطبعا شرحناها تفصيليا ايه هي السلكتيف بيرميابيليتي والمعادلات، ارجع للمحاضره السابقه والصوديوم بوتاسيوم بامب. ده الفصل الاول قلناه. الفصل الاول قبل اعطاء المؤثر. طب لو انا اديت ستيمولس وقلنا الاستيمولاي عندنا انواع ميكانيكال وكيميكال وثيرمال والكتريك، احنا بنختار مين؟ الالكتريكال في المحاضره السابقه قلت ليه. هيحصل الفصل الثاني والفصل الثالث لما اي نيرف اديله ستيمولس هيحصل ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس في الاستقطاب. ليه بقى؟ لان الاستيمولس ده هيفتح شانلز هناخدها دلوقتي حالا للصوديوم اللي هي برضو خدوا فيها جائزه نوبل هوجكن وهاكسلي. فلما يفتح شانل للصوديوم، الصوديوم بره اكتر كم مره؟ فاكر رقم 10 مرات. يبقى الاستيمولس بيفتح الشانل ساعه الصوديوم، فهيدخل الصوديوم لانه بره اكتر يقلب الاستقطاب، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. طب عبر عن فرق الجهد، فرق الجهد بيبقى 35، عبر عنه، انت بتهتم بانهي سيرفيس؟ بالانر. الانر دلوقتي هيبقى عليه ايه لما يدخل الصوديوم البوزيتيف جوه؟ هيبقى جوه بوزيتيف، يبقى لازم تكتبها بلس 35 ملي فولتس. دي الفصل الثاني اللي هو اسمه الديبولايزيشن. الحقيقه الامريكان الصح هو مش ما حصلش ديبولايزيشن، حصل ريفرسال بولاريتي، انعكاس في الاستقطاب. لو انت فاهم لغه ديبولايزيشن يعني انعدام الاستقطاب، دي يعني نو، زي ما اقول لك دينيرفيشن لما تشيل النيرف يبقى دينيرفيشن، دي يعني مفيش. هل هنا مفيش استقطاب؟ لا، هنا الاستقطاب انعكس. انما الامريكان بيحبوا الاختصار حتى لو كان مخل، فقالوا وهم معاهم مش على الحضاره، وريتك ان اكتر من ثلث الفائزين بجوائز نوبل هم من الامريكان، فقالوا لا احنا مش هنقعد نقول ريفرسال اوف بولاريتي، مع ان ده التعبير الصح، حصل انعكاس في الاستقطاب، ريفرسال بولاريتي، هنقولها في كلمه اسهل ديبولاريزيشن. واحنا فاهمين المعنى في بطن الشاعر ان احنا نقصد ريفرسال بولاريتي. اتمنى تبقى وصلت النقطه. يبقى مش يبقى اللي حصل فعلا تبقى فاهمه حصل ريفرسال اوف بولاريتي، انما هنسميها دي بولاريزيشن. طيب بعد كده النيرف عاوز يرجع لحالته تاني، فالفصل الثالث بعد ما يحصل دي بولاريزيشن هتقفل الصوديوم شانلز ويفتح شانلز جديده بتفوت بوتاسيوم برضه، تعمل بوتاسيوم افلكس. يعني الاورنيه كانت بتعمل صوديوم انفلكس، انفلكس يعني يدخل لجوه، دي هتعمل بوتاسيوم افلكس، يطلع البوتاسيوم ترجع ريما لعادتها القديمه، يرجع الاوتر سيرفيس مور بوزيتيف بالنسبه للانر سيرفيس، وفرق الجهد زي ما كان فاكر 90
ومن وجهة نظر الانر سيرفيس اصبح الانر تاني بينقص على الاوتر 90، فنقول ماينس 90 ميلي فولت. وهنا الاسم معبر جدا، يسموا هذه الظاهرة ري بولاريزيشن يعني إعادة استقطاب. يبقى أنت شايف المسرحيات الثلاثة دلوقتي، مفيش عندنا غيرهم وفي منتهى البساطة. يبقى حضرتك وانت قاعد دلوقتي النيرف بتاعتك during rest في أي حالة؟ في البولاريز ستيت. بسبب مين؟ البوتاسيوم. طب لما ندي ستيمولس للنيرف هيدخل الصوديوم، هيعمل ايه في النيرف بتاعك؟ ديبولاريزيشن، هيقلب الاستقطاب، هيبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، وفرق الجهد بقى جوه يزيد عن بره 35 ملي فولت. ثم هتعود الامر الى سابق عهده عن طريق ان هيرجع تاني البوتاسيوم يخرج، يحصل بوتاسيوم ايفلكس وترجع بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه ينقص 90 ملي فولت اللي هو ريبولاريزيشن. اول سؤال ام اس كيو مهم جدا and you will never forget it، هقوله بطريقه نفس بس هعتمد على السمع. يبقى عندي ثلاث فصول: polarized state حاله الاستقطاب، ثم depolarization انعكاس الاستقطاب، ثم العوده لحاله الاستقطاب repolarization. يوجد كم اين بيلعب في المسرحيه دي؟ 2 اينز بس. البوتاسيوم مسؤول عن البولاريزيشن والريبولاريزيشن، طب والصوديوم عن الديبولاريزيشن. هتقولها لو يمكن هتنساه برضو، هستخدم الصوت. البولاريز ستيت والري ري ايه اللي هي الفصل الثالث ري بولاريزيشن، الاثنين سببهم بوتاسيوم، اوعى تنساها. يبقى الفصل الاول والثالث البولاريزيشن والريبولاريزيشن سببهم بو 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 تسو، بس التشانل مختلفة. هنشوف دلوقتي التشانل مختلفة تماما، يعني هو قال بوتاسيوم هو نفس اللاعب بس بيستخدم هنا تشانل غير هنا، بينما الديبولاريزيشن سببها لاعب مختلف اللي هو الصوديوم، صوديوم انفلاكس، دخول الصوديوم. يبقى ثلاث فصول بلاعبين، البولاريزيت والريبولاريزيشن سببها بوتاسيوم، بس الشانل اللي بيدخل منها هنا غير هنا. يبقى الديبولاريزيشن سببها لاعب مختلف تماما اللي هو الصوديوم. في الفصل الاول والثالث كان البوتاسيوم بيحصل له ايفلكس بيطلع، في الفصل الثاني الديبولاريزيشن الصوديوم بيحصل له انفلكس بيدخل. يبقى دي اول معلومه تبقى عارفها كويس قوي. طيب نفكر بهدوء. يبقى انا لما بدي ستيمولس للنيرف يحدث ظاهرتين. الاول بدل ما هو في البولاريز ستيت هيحصل ديبولاريزيشن بسبب الصوديوم انفلكس، ثم ريبولاريزيشن بسبب البوتاسيوم افلكس. لازم كلمه انفلكس وافلكس تبقى عارفهم كويس قوي. الصوديوم انفلكس بيدخل لانه بره اكتر 10 مرات، البوتاسيوم بيخرج بوتاسيوم ايفلكس انه جوه اكتر 35 مره. اول مسرحيه كان البوتاسيوم بيتحرك من خلال ايه يا شباب؟ حافظين الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانلز. طب عاوز اسالك سؤال في ام اس كيو، شانل يبقى تركيبها ايه؟ اختار بروتين ولا ليبيد ولا كربوهيدرات؟ عرفت الاجابه؟ بروتين. قلت وهعيد تاني الناس اللي يسمعوني اول مره، كل الاكتيف بارتس في جسمك بروتين، مفيش شانل في جسمك الا بروتين. ما تقراش اجابه السؤال، all channels are protein. وهنا بتخرج البوتاسيوم، قلنا قد الصوديوم كام؟ 20 مره. المعلومه بقى اللي ما كنتش تعرفها في المحاضره اللي فاتت هقولها لك بقى، هذه channel non-gated مفتوحة على طول، نان جيت مفيش جيت. نيجي الفصل الثاني، لما ادي ستيمولس قلت هيعمل ايه بقى الاستيمولس ده؟ هيفتح فولتج جيتد صوديوم شانل اللي هي دلوقتي هتبقى على ايدك اليسار، فولتج جيتد صوديوم شانل. تمام؟ انا بقى نتعلم عن الشانل دي، ده خدوا جائزة نوبل فيها، تصور لطالب ذكي هي الكلمة بتوصف القصة.
قول معايا من الاول، احنا هما بيفكروا من الشمال لليمين، احنا من اليمين للشمال، احنا اهل اليمين، الحمد لله ان احنا اهل اليمين. شانل يبقى ايه تركيبها؟ ايه اختار بروتين ولا كربوهيدرات ولا ليبيد؟ بروتين، ما فيش شانلز الا بروتين، الاكتف بارت في السيل هو البروتين. قالوا صوديوم، يبقى هتمرر ايه؟ صوديوم. طب الصوديوم اساسا فين؟ بره 10 مرات قد جوه، يبقى اما تفتح هيحصل صوديوم انفلكس يعمل لي ديبولاريزيشن. تمام؟ قالوا جيتد، هنا يبقى الاولانيه بتاعت اللي خدناها المحاضره الماضيه كانت نون جيتد، انما دي بقى قالوا جيتد، يبقى عندها جيتس. عندها كام جيت؟ عندها 2 جيتس، اوتر جيت وانر جيت. اوتر جيت وانر جيت. قالوا فولتج جيتد، يعني الجيت دي بتفتح بالكهرباء، لما تدي ستيمولس ويعمل تغير كهربائي بيفتح الجيت. يبقى هي شرح روحها تشانل. فولتج جيتد صوديوم شانلز، اقرا من الاخر الاول، شانلز يبقى بروتين، صوديوم يبقى لو فتحت مع هي بتفوت صوديوم بس، الناس دي ما بتهزرش، صوديوم شانلز اللي هو بره اكتر 10 مرات يبقى يحصل صوديوم انفلكس يخلي جوه مور بوزيتيف، يعمل ريفرس بولاريتي اللي بنسميها للتسهيل دي بولاريزيشن. جيتد يبقى عندها جيتس، عندها 2 جيتس، واحد في الاوتر واحد في الانر. حتى قلت لك رقم السعد في الصوديوم 2، كل حاجه في الصوديوم 2 لو كنت فاكر. يبقى الشانل بتاعتها عندها 2 جيتس. فولتج يبقى بتفتح بالفولت. طيب نورمالي ديورينج ريست، يعني في البولارايز ستيت اهي، لو جيت جنبها ديورينج ريست في البولارايز ستيت بتبقى الشانل دي قافله، هي عندها 2 جيتس. لطالب ذكي هي عشان تقفل كفايه جيت واحد يقفلها، انما عشان تفتح لازم الاثنين يفتح، مفهومه؟ يبقى هي عشان تقفل لازم تقفل بجيت واحده بس، كفايه جيت واحده تقفلها، لكن عشان تفتح لازم تفتح الاثنين. طب ديورينج ريست هل هي قافله بالاوتر ولا بالانر؟ احنا هنا بنفكر، جاوب السؤال ده معايا، هي قافله عشان تمنع دخول الصوديوم اللي هو موجود فين اساسا؟ جاوبني، الصوديوم ده اساسا فين؟ اساسا مش فقط، اساسا بره، يبقى الاليق انها تبقى قافله بال اوتر جيت عشان الصوديوم اساسا بره عشان تمنع دخوله. لما تدي ستيمولس هيحدث ثلاث احداث، الاول اوتر جيت تفتح دي نمره واحد، فيدخل الصوديوم يحصل صوديوم انفلكس فيعمل دي بولاريزيشن، اهي يحصل صوديوم انفلكس يعمل دي بولاريزيشن. لما يوصل فرق الجهد زائد 35 ميلي فولت محسوب تقفل الانر، تقفل الانر. يبقى الاول ثلاث احداث، لما تدي ستيمولس يفتح الاوتر يدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن نمره 2، وبعدين تقفل الانر. سؤال مهم جدا في الام اس كيو. يبقى ايه؟ يبقى امتى الشانل بتبقى اكتيفيتد؟ لما الاوتر تفتح، عشان كده سموا الاوتر جيت اكتيفيتد جيت، دي اللي لما تفتح الصوديوم يدخل. طب وامتى النشاط هيقف، يعني هيتوقف دخول الصوديوم؟ لما الانر تقفل، عشان كده سموا الانر جيت ان اكتيفيتد جيت، وحفظتها لاجيال بالسمع، ربنا قدم السمع البصر. انت هتلخبط، واحده اكتيفيتد بتشغل، واحده بتوقف الشغل، ان اكتيفيتد. الانر جيت هي الان اكتيفيتد، ان الانر جيت هي الان ان 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 اكتيفيتد جيت، يبقى الاوتر هي الاكتيفيتد. ده سؤال مشكله مهم جدا. يبقى لما بندي ستيمولس الفصل الثاني بيحصل كام حدث؟ قول معايا، يفتح الاوتر جيت فالشانل تبقى اكتيفيتد، خلاص كلهم فاتحين بقى. الاول انت فهمت هو ليه ربنا قافلها بالاوتر ستارت ويز، يعني دورينج ريست قافلها بالاوتر لانه وراء الخلق خالق. هو الصوديوم اساسا فين؟ بره. يبقى الاليق تقفل بمين؟ بالاوتر. لما تدي ستيمولس ثلاث احداث، هيفتح الاوتر وتبقى الشانل اكتيفيتد، عشان كده سموا الاوتر جيت اكتيفيتد جيت، اكتيفيتد جيت. يدخل الصوديوم، مش هيدخل كده على مزاجه، لحد ما فرق الجهد يوصل قيمه معروفه زائد 35 ملي فولت، نروح موقفين نشاط بان نوقف نقفل مين بقى؟ الانر. فعشان كده سموا الانر ان اكتيفيتد جيت. طيب نيجي لل
voltage gated potassium channel اللي هي بتاعت الفصل الثالث. الرسومات يا اولاد حصاد السنين يعني بص عليها كويس قوي قوي يعني بقعد بتاخد مني وقت زي الامتحان زي الشرح زي كل حاجه. انتوا اعلموني لو جالك سؤال نظري مهم اشرح الفولتج جيتد شانل اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم اشرحها ازاي. انت بتفكر ازاي؟ انت حضرتك بتفكر بالعربي يبقى من اليمين للشمال تقرا من اليمين للشمال هي شانل هتكتب ايه ادام شانل اختار بروتين ولا كربوهيدرات ولا فات اخترت بروتين اجابه صحيحه قالوا بوتاسيوم الناس دي ما بتعبطش هو اسمه هاجكن وهاكسلي اللي خدوا جايزة نوبل بس ما بيهجسوش اسمه هاكسلي عشان تفتكر بس ما بيهجس ادام قالوا بوتاسيوم يبقى اما تفتح تمرر البوتاسيوم بس طب بوتاسيوم اساسا فين اساسا جوه يبقى اما تفتح هيحصل بوتاسيوم إيفلاكس لبرا اكزيت يخرج فيعمل لي تاني اهي لما يخرج البوتاسيوم هو يعمل لي ظاهره ال ريبولاريزيشن يبقى تشانل بروتين بوتاسيوم ما بررش غير بوتاسيوم ما تفتح يحصل بوتاسيوم إيفلاكس ترجع لي تاني ريبولاريزيشن قالوا جيتد يبقى عندها جيت طيب هنا عندها جيت واحده بس جيت واحده فقط وبرضه بتتحرك بالفولت اتس فولتج جيتد مش لايجاند جيتد احنا عندنا نوعين من التشانل يا فولتج يا لايجاند لايجاند اللي بتشتغل بماده كيميائيه بلايجاند انا بشتغل بالكهرباء يسموها فولتج جيتد جيت واحده بس العبد الله بيعتمد على الفهم جيت واحده بس يبقى نحطها بره ولا جوه الاليق لانه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله هي اساسا لما بتبقى قافله ديورينج ريست عاوزه قافله عشان تمنع حركه مين البوتاسيوم ما اسمها بوتاسيوم اللي هو موجود فين موجود جوه يبقى لما يبقى في جيت واحده وعاوز تمنع البوتاسيوم الاليق انها تبقى على الانر سايد بس خلاص تفتح يخرج البوتاسيوم الاول شويه صغيرين وبعدين تكمل فتح انها بطيئه شويه لانها وان جيت فيخرج كل البوتاسيوم يعمل ري بولاريزيشن يبقى ده الفولتج جيتد صوديوم شانل والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل يبقى الفولتج جيتد صوديوم شانل مسؤوله عن ظاهره انا اتصور انك بتجاوب معايا ظاهره ال دي بولاريزيشن خلاص بينما البوتاسيوم شانل الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل مسؤوله عن الري بولاريزيشن السؤال اللي محدش عمره هيجاوبه لك هو ليه الصوديوم شانلز عندها 2 جيتس والبوتاسيوم شانل عندها 1 جيت هما انت لما بتدي ستيمولس بيحصل في العصب دي بولاريزيشن بسبب دخول الصوديوم ثم ري بولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم خروج البوتاسيوم يعمل ري بولاريزيشن دخول الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن كل حاجة في بيتك شغالة بالكهرباء بس الكهرباء في البيت زي ما علمتك بالإلكترونز كل حاجة في جسمك شغالة بالكهرباء بس الكهرباء بتاعت الجسم قلت لو ما سمعتش العبد الله ناس كتيرة مش عارفة الفرق تعتمد على الأينز صوديوم بوتاسيوم يبقى نسبيا بطيئة جدا ومش مشكلة لأن احنا الجسم كله طوله أقل من 2 متر احنا ما بنجيب الكهرباء من اسوان على بعد 1000 متر بس يوصل بسرعه عشان كده الكترونز كهرباء البيت هنا في الجسم اينز لان الجسم كله اقصى مسافه تمشيها انت من اخمص القدم لقمه الراس ده اقصى مسافه نمت فبنعتمد على الاينز يدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن يخرج البوتاسيوم يحصل ري بولاريزيشن هو ده اللي بيشغل جسمك طب ممكن تقول لي هو ايه اللي بيشغل الجسم بالظبط فكر معايا الديبولاريزيشن ولا الريبولاريزيشن لطالب ذكي 100% اللي بيشغل الجسم هو الديبولاريزيشن الريبولاريزيشن قيمته حاجه واحده بس عارف ايه فكرت انك ريبولاريزيشن ترجع تاني للبولاريستيت عشان تقدر تعمل ديبولاريزيشن جديده يبقى المهم في الجسم هو ظاهره الديبولاريزيشن المرتبطه بالصوديوم يبقى مفروض تبقى سريعة ولا بطيئة مش سريعة فائقة السرعة
This is why ربنا عمل two channels. تعالى أمثلها لك بإيديا كده. أدي الصوديوم channel في outer normally قافلة during rest. لما تدي stimulus هيحصل ثلاث أحداث. هيفتح الأوتر يدخل الصوديوم يعمل ديبولايزيشن اللي هو بيشغل جسمنا كله، جسمنا شغال بديبولايزيشن، وبعد ما نوصل للقيمة المحسوبة اللي هي بلس 35 يقفل الإنر. لو كانت 1 جيت على الأوتر تفتح وتقفل، تفتح يدخل الصوديوم عند تقفل، كانت بقت بطيء جدا ديبولايزيشن. لكن افهم اللي هقوله كويس قوي، في نفس الوقت اللي بيبتدي الأوتر تفتح عشان يدخل الصوديوم بتبتدي الانر تقفل. عارف بفارق زمني كام؟ ما يعرفوش الزملاء، واحد على 10,000 من الثانية، واحد على ايه؟ 10,000 من الثانية محسوب يدخل فيه كمية صوديوم كافية لعكس الاستقطاب الى من ناقص 90 الى زائد 35، شغل الجسم. يبقى عشان كده ربنا الصوديوم، افهم لأول مرة هتفهم اللي هو مسؤول عن ظاهرة الديبولاريزيشن اللي تشغل كل حاجة في جسمك. ده المهم الديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن عودة الاستقطاب عشان نعمل ديبولاريزيشن جديد. لازم يبقى extremely fast. لو 1 جيت هتفتح دخل صوم عن تقفل بطيئة جدا، لكن دي 1/10 من الثانية تدخل كمية صوديوم كافية انها تقلب الاستقطاب. ايه الروعة دي؟ ايه العظمة دي؟ لسه هنيجي الاكشن بوتنشال يا شباب، ما تستعجلش، بس تفهم الايونيك بيزس. بينما ريبولايزيشن احنا مش مستعجلين عليه، ده بالعكس مش مستعجلين. عارف ليه؟ عشان لازم نريح شوية قبل ما نبتدي ديبولايزيشن جديد واكتيفيتي جديدة. عشان كده ربنا عمل جيت واحدة بس على الانر، هي اللي هتفتح تخرج الصوديوم، هي اللي هتقفل. عشان كده هنلاقي ظاهرة ريبولايزيشن لما نبص المنحنى الاكشن بوتنشال بعد ثواني، هنلاقي ديبولايزيشن سريع جدا، طالع بسرعة جدا، ريبولايزيشن بطيء جدا. السرعة مطلوبة لان هي دي اللي بتشغل، والبطء في الريبولايزيشن مطلوب عشان نريح شوية قبل ما نبتدي نشاط تاني. عمر ما حد ما هيجاوب لك الكلام ده. هنا وهنا فقط يفهم الفسيولوجي وتصنع الاوائل، مش اي حاجه في اي حاجه، كل حاجة وهي مبعثها شيء واحد، ان وراء الخلق خالق قوه عاقله. الديبولايزيشن بتاع الصوديوم يبقى لازم يبقى سريع جدا، يبقى دي تفتح دخل صوديوم، تكون دي بتقفل، ده هما بيبداوا مع بعض بفارق زمني 1/10 محسوب يدخل صوديوم بيعمل ديبولايزيشن من ناقص 90 لزائد 35، يشغل اي حاجه في الجسم. زي ما نشوف العضله بتشتغل بالديبولايزيشن، الغده بتفرز بالديبولاريزيشن، المخ حينما ينضح بأفكاره ما هو إلا ديبولاريزيشن. أنت أما بتشوف إيه اللي بيوصل العين، إيه اللي العين بتحول الصورة لإيه؟ لديبولاريزيشن. السمع بتتحول الصوت لديبولاريزيشن، فرق الصورة. مين اللي مسؤول عنه؟ فولتج جيتد صوديوم شانل اللي عندها كم جيتس؟ 2 دلوقتي بس. فاهم الأليق إن ديورينج ريست تبقى قافلة بالأوتر، بالصوديوم بره يبقى بالأوتر. لما تدي ستيمولس في نفس الوقت اللي يبتدي الاوتر يفتح يكون الانر ابتدى تقفل، بس دي اسرع قليلا بفارق 1/10 من الثانيه. الثانيه تدخل كميه صوديوم يعملوا لك ديبولايزيشن. بينما ليه مش مستعجل على ديبولايزيشن؟ انا عاوز اريح شويه قبل ما ابتدي ديبولايزيشن جديد. فعشان كده ربنا حط جيت واحد، وفين بوتاسيوم؟ جوه جوه، يبقى الاليق تبقى انر، فديبولايزيشن يبقى بطيء. ده الكلام اللي خد فيه هوجكن وهاكسلي الثلاثة تشانلز دول جائزة نوبل. طبعا ما خدوش في الشرح اللي شرحته ازاي اثبتوها بحاجة اسمها فولتج كلام تكنيك، مش عليكم، عندنا احنا اهم حاجة الشرح. طيب نيجي بقى للقصة اللي انتم مستنينها اللي هي الاكشن بوتنشال. هاخدها على مرحلتين، مرحلة بسيطة ومرحلة الحقيقية الاعقد. دلوقتي انت النير في البولاريز ستيت، لما تدي له ستيمولس بدل ما هو في البولاريز ستيت بيعمل ديبولاريزيشن فولوب باي ريبولاريزيشن، هو ده الاكشن بوتنشال. يبقى ما هو الاكشن بوتنشال؟ هو انك لما بتدي ستيمولس بيحصل
يحدث حادثتان اساسيتان. بدل ما هو في بروسيت عد معايا بروسيت دي مش تابعه الاكشن تنشن. اما تدي ستيمولس لا هيحصل ايه؟ ديبولاريزيشن فور باي ريبولاريزيشن. يبقى ما الاكشن بوتنشال الا ديبولاريزيشن اند ري بولاريزيشن. طب ليه سموه اكشن بوتنشال؟ حتى دي هتامل فيها. لان حصل اكشن في البوتنشال. البوتنشال كان بولاريز ستيت حصل فيه اكشن. ديبولاريزيشن فور باي ريبولاريزيشن حصل اكشن في البوتنشال. اكشن في البوتنشال عشان كده سميت اكشن بوتنشال او نيرف سيجنال او نيرف امبلس. افهم ليه سموها اكشن بوتنشال؟ لان حصل اكشن في البوتنشال. بدل ما هو في البولاريز ستيت حصل ايه؟ قولها لي تاني. ديبولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن. الديبولاريزيشن مرتبطه بمين؟ صوديوم انفلكس عن طريق فولتج جيتد صوديوم شانل. شانل بروتين صوديوم تدخل الصوديوم تعمل ديبولاريزيشن. كام جيتس؟ 2. الاليق دورينج ريست تبقى قافله بمين؟ بالاوتر عشان الصوديوم بره. طب ليه 2؟ عشان ودي بتفتح دي بتقفل. فائقة السرعة تدخل كمية محسوبة في 1/10 من الثانية تقلبها لزائد 35. طب ليه ريبوزيشن مش تعجين عليه؟ رايح يا اخي شوية قبل ما تبتدي دي بوزيشن جديد واكتيفيتي جديد. 1 جيت والاليق بوتاسيوم جوه تبقى على الانر. ده يثبت ايه؟ انه وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله. لم اجد في شرح الفسيولوجي سنوات حاجه واحده بس، حاجه واحده يعني ابعد عن الكمال، لان الله كامل. ما فيش حاجه قدرت حتى بمخ اقول طب ليه ما بقتش كده. هي لازم تبقى زي ما عاملها الخالق بس من جوه يبقى واحده بس. وليه واحده بس؟ عشان احنا مش مستعجلين على الديب ريبوزيشن، عايزين نريح شويه. اقول لك حاجه، انت لما بتدي ستيمولس الثلاثة جيتس، الاوتر بتاعت الصوديوم والانر بتاعت الصوديوم والانر بتاعت البوتاسيوم بيتحركوا بيبداوا مع بعض. بس اسرع واحده الاوتر بتاعت الصوديوم يدخل الصوديوم على ديبولاريزيشن، يليها الانر بتاعت الصوديوم توقف ديبولاريزيشن، وتكون البوتاسيوم بطيئه تفتح فيحصل ري بولاريزيشن. يعني لما بتدي ستيمولس زي كانه سباق احصنه، الثلاثه يبداوا مع بعض، مين اسرع واحد؟ الاوتر بتاعت الصوديوم ثم الانر بتاعت الصوديوم ثم الانر بتاعت البوتاسيوم. طيب تعالى اوريك حاجه جميله قوي تفهم ايه هو الاكشن بوتنشال. بص في الاكشن بوتنشال احنا بنقيس الكهرباء بتاعت الجسم بس، ادي الفكره اهي يا شباب. رسمه الاول بسيطه بسيطه جدا، مش هي دي اللي هتشرحها في الامتحان دي، بس بتفهمك الدنيا ماشيه ازاي. بص ده النيرف اهو يا شباب، اهو النيرف، اهو النيرف اهو، وانا عاوز ادي ستيمولس واقيس الكهرباء. حتى انا اسف الرسمه ناقصه، عاوز يعني اكمل في ثانيه واحده، في عجاله كده في ثانيه واحده اكمل. هحط هنا ستيمولس كهربائي وهكمل هنا النيرف اهو بالشكل ده بس اهي. يبقى لما حضرتك هتدي ستيمولس عاوزين نقيس التيارات اللي حصلت. فاحنا جبنا جلفانوميتر حساس اسمه كاثود ري اوسيلوسكوب، هبقى اشرح في اوانيها لو في وقت ليه بنستخدم الكاثود ري اوسيلوسكوب مش اي جلفانوميتر عادي، من غير ما اضاع وقت، عشان المؤشر بتاعه شعاع الكتروني ملوش وزن فما عندوش قصور ذاتي، فحركته سهله جدا، فيقدر يتابع التيارات الصغيره والسريعه في العصب. يعني ما ينفعش تقيس كهربة العصب اللي هي بالملي فولت وسريعة جدا فائقة السرعة، بنتكلم على 1/10 من الثانية، بجلفانومتر عنده مؤشر حديد ميتال ليه وزن عنده قصور ذاتي. بصوا أنا هوريها لكم، أتمنى أعرف أوريها لكم. إيه رأيك؟ شايف دي؟ وده أهو ألم أهو. شايف الألم؟ أهو. القلم ليه وزن عنده قصور ذاتي، لو سحبت الورقه بسرعه جدا القلم ما اتسحبش معايا. اعيدها لك تاني معلش، هو وقع تحت اهي دلوقتي اهو، لو سحبت بسرعه جدا معرفش شايف ولا لا، القلم لم يقع اهو موجود القلم في مكان. صدقني ليه؟ يبقى ليه ما بنستخدمش الجلفانومتر العادي في قياس التغيرات الكهربائيه في النيرف؟ لانه المؤشر بتاع الجلفانومتر بتاع الراجل الكهربائي
المؤشر معدن ليه وزن، اي تغير سريع مش هيمشي معاه، بقى جربها، حط قلم وحط ورقه واسحبها بسرعه جدا، تلاقي القلم مكانه، قصور ذاتي، انيرشيا. فالالمان عملوا لنا حاجه اسمها كاثود ري اوسيلوسكوب، يعتبرها فقره معلومات عامه، كاثود ري اوسيلوسكوب. الريكوردينج سيستم المؤشر بتاعه بيم اوف الكترون، شعاع الكتروني، نو ويت، ملوش وزن، وعليه نو انيرشيا، مفيش قصور ذاتي، يقدر يتابع اي حركه سريعه وصغيره، والتغيرات الكهربائيه في النيرف سريعه جدا وصغيره جدا. لذلك لا يستخدم الجلفانومترات العاديه، وانما يستخدم الكاثود راي اوسيلوسكوب. كانت هذه فقره المعلومات العامه. طيب تعال نبص، ده كده اهو، ده الجلفانومتر. لو انا حطيت التو الكترودز، واحد جوه واحد بره، اهو واحد بره واحد جوه، احنا قلنا جوه ينقص عن بره كام؟ 90 ملي فولت. حتى الالكترود اللي بيدخل جوه النيرف على فكره بيبقى عباره عن، يعني ما عليكوش الكلام ده، بس يعني هنا بنقوله، حرام ما نقولوش للناس بتوعنا، الناس بتوعنا احنا عندنا احمد زويل وعندنا ناس هايلين، ليه ما نقولوش؟ فاروق الباز، ناس عظيمه. بيبقى فيه بوتاسيوم كلورايد، لان جوه النيرف فيه بوتاسيوم، فبيبقى عباره عن انبوبه مايكروسكوبيه بتحتوي بوتاسيوم كلورايد، ده الالكترود اللي جوه وده الالكترود اللي بره. ما هو اي جلفانومتر اتعلمنا في ثانوي بيقيس فرق الجهد بين النقطتين اللي محطوط عليهم الالكترود، فاحنا هنحط الالكترود واحد بره واحد جوه، فيقول لي ان جوه ينقص عن بره كام؟ 90. فالمؤشر اهو شاور عند ناقص 90، يبقى دي البدايه. لما بدي ستيمولس بيحصل هنا دي بولاريزيشن، لما توصل هنا دي بولاريزيشن اهو، انا بس ارسمها جنبها، لو حصل في النقطه دي الصوديوم دخل وعمل دي بولاريزيشن، خلى جوه يزيد عن بره كام؟ 35 اهو، بقى جوه يزيد عن بره، ما دخل الصوديوم بقى جوه بوزيتيف يزيد عن بره 35. يبقى بدل ما المؤشر مشاور على ناقص 90 هيطلع يشاور على زائد 35، يبقى هيرسم اسندنج لين يمثل، مش ده الاكشن بوتنشال، ده فكره مبسطه، مش هو ده الاكشن بوتنشال لسه، يمثل ظاهره الديبولاريزيشن. بعد كده يفتح البوتاسيوم شانل، يخرج البوتاسيوم يرجع تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، يبقى جوه تاني ينقص 90، فالمؤشر بدل ما هو مشاور على زائد 35 يرجع تاني يشاور على ناقص 90، فيرسم ايه بقى؟ ديسندنج ليمب يمثل ظاهره الري بولاريزيشن. لو عندك قوه ملاحظه الدي بولاريزيشن سريع جدا، فاهم ليه انت بقى؟ لانه هنا الصوديوم عنده 2 جيتس، انما ظاهره الري بولاريزيشن نسبيا بطيئه، لو حطيت خط في النص هنا يبقى ده سريع قوي وده بطيء. هو ده الاكشن بوتنشال ببساطه شديده قبل ما نبتدي في التفصيلات. يبقى ما هو الاكشن بوتنشال؟ انك انت لو حطيت تو الكترود عشان تقيس الكهرباء قبل ما تدي ستيمولس، قبل ما تدي ستيمولس نقطه البدايه، جوه يزيد عن جوه ينقص عن بره 90، يبقى المؤشر قبل ما نبتدي ناقص 90 اهو. اقول لك من فضلك ادي ستيمولس، حضرتك رحت واديت ستيمولس للنيرف فحصل دي بوزيشن، لما وصل لمنطقه الالكترودز مش هيتسجل غير لما يوصل لمنطقه الالكترودز، ما هو مفيش جلفانومتر بيقيس تغير غير اللي ما بين التو الكترودز، مش هشرحها دي كمان، مش هيقيس التغير الكهربائي في الاوضه اللي جنبنا ما بين التو الكترودز، لما حصل دي بوزيشن منطقه الالكترود اهي، فانت فاهم حصل ايه؟ فتح الفولتج جيت الصوديوم شانل، دخل الصوديوم خلى جوه يزيد عن بره 35، فالمؤشر بدل ما مشاور على ناقص 90 يطلع يشاور على زائد 35، يبقى رسم اسندنج، اسندنج يعني صاعد، ليمب يمثل ظاهره الدي بولاريزيشن. طب بعد كده يفتح البوتاسيوم شانل، يخرج البوتاسيوم يخلي تاني مره بوزيتيف وجوه ينقص 90، يبقى يرجع المؤشر ينزل لمكانه ناقص 90، ينزل يبقى رسم ديسندنج ليمب يمثل ظاهره الري بولاريزيشن. ده اهم حته في الاكشن بوتنشال، اسمها شوف شكلها زي الشوكه، اسمها سبايك بوتنشال. مين الاهم فيها؟ مين اللي بيشغلنا؟ يعني مجازا السبايك بوتنشال، سبايك زي الشوكه، الكهرباء اللي شكلها زي الشوكه اللي بيشغلنا اساسا دي بوزيشن، عشان كده هي الاسرع، وبنريح شويه دي بوزيشن عشان نعمل سبايك جديد. عاوزك تبص على هذا السبايك قبل ما ابتدي الاكشن بوتنشال، لسه ما بداتش بس بحط البيزس. بص على السبايك، عاوزك تحب هذا السبايك بوتنشال،
هو ده شكل كهرباء في جسمك. لو سجلنا الكهرباء اللي بتعمل كل حاجة في جسمك، العضلة عندما تنبض it is spike potential، الغدة عندما تفرز بالspike potential، العين عندما تبصر بالspike potential، الأذن عندما تسمع بالspike potential، المخ عندما ينضح بأفكاره، ما هي إلا spike potentials. تبقى حبيبها انت شغال زي البيت بالكهرباء. ادي اول مرة تشوف شكل الكهرباء، كهرباء الحياة spike potential. It's nothing but depolarization followed by repolarization. قبل ما تدي الاستيمولس بيبقى المؤشر في resting member potential جوه، واحنا ظبطين الالكترود بحيث تجيب فرق جهد من وجهة نظر جوه، بيشاور على ناقص ايه جوه ينقص 90. لما يحصل depolarization يبقى جوه يزيد، لما يدخل الصوديوم يبقى جوه بوزيتيف، بقى جوه يزيد 35، يبقى المؤشر يعمل ايه؟ فكر، كان ناقص 90 دلوقتي فرق جهد بقى زائد 35، يبقى يطلع من ناقص 90 الى زائد 35، يبقى رسم لي ايه؟ ascending limb، بيمثل ظاهره ايه؟ depolarization اللي سببها صوديوم influx من خلال انهي تشانل؟ voltage gated sodium channels، ثم يعقبها repolarization، تفتح الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، يخرج البوتاسيوم بوتاسيوم افلكس، يرجع تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه مره تاني ينقص 90، يبقى يرجع المؤشر تاني لناقص 90، يبقى يرسم ديسندنج ليمب يمثل ظاهره الري بولاريزيشن. ايه الشكل النهائي؟ سبايك شوكه، كهربا اللي واخده شكل الشوكه، بوتنشال كهربا سبايك بوتنشال. تقعد كده تتأملها جليا مليا وتقول الجملة اللي أنا قلتها: العضلة عندما تنقبض، الغدة عندما تفرز، العين عندما تبصر، الأذن عندما تسمع، المخ حينما ينضح بأفكاره، كل هذا spike potential action اللي هو أهم حاجة في الأكشن potential اللي هي depolarization followed by repolarization. depolarization سبب دخول الصوديوم من خلال voltage gated sodium channels، يعقبها خروج البوتاسيوم من potassium efflux من خلال voltage gated potassium channel. تذكرني انا سامعك، sodium channel كان عندها كم gates؟ اهم اسئلة في الام اس كيو وهنقولها مرارا في هذه المحاضرة، عندها 2 gates. نورمي عشان تقفل لازم كم gate تقفل؟ لطالب عادي مش عبقري، عشان تقفلها لازم تقفل 1 gate، عشان تفتحها تفتح الاثنين. طب نورمالي هي قافله بمين؟ بالاوتر ولا بالانر؟ الصوديوم فين؟ بره، يبقى الاليق تقفل بمين؟ بالاوتر. طب ليه ربنا عامل تو جيتس؟ عشان في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بتكون بتقفل الانر، بس الاوتر اسرع قليلا. الفارق الزمني فاكره؟ هم ما يعرفوش الزملاء، واحد على 10 في الثانيه يدخل كميه صوديوم تقلب الاستقطاب من ناقص 90 لزائد 35. بعد كده قفلت الصوديوم وكان البوتاسيوم ابتدت معاه على فكره بس ببطء ببطء، وإذا طيب فتحت عندها جيت واحده، الاليق ربنا يحطها فين؟ فكر، البوتاسيوم اساسا فين؟ جوه، فربنا حطها جوه وبطيئه تفتح تخرج البوتاسيوم، يحسب بوتاسيوم ايه؟ ام اس كيو، كل نقطه من دي ام اس كيو، افلكس يعمل لك ظاهره الري بولاريزيشن. لو سجلت الكهرباء بايه؟ بجالفانومتر. هل ده هيبقى جالفانومتر عادي؟ انت عارف الاجابه، الفلمتر العادي اللي هو عنده مؤشر حديد مش هيلحق التحرك التغيرات السريعه دي. انا سحبت الورقه والقلم قاعد موجود على الكتاب خلاص. لازم يبقى كاثود ري اوسيلوسكوب، المؤشر بتاعه شعاع الكتروني ملوش وزن ملوش قصور ذاتي، يستطيع متابعه الحركات الصغيره والسريعه في الاعصاب. ده منظر السبايك بوتنشال اللي هو اهم ما في الاكشن بوتنشال. Ascending limb يمثل depolarization بسبب الصوديوم influx من خلال voltage gated sodium channel. Descending limb يمثل repolarization potassium efflux من خلال voltage gated potassium channel. التلاتة gates بالتلات فصول الكهربائية البسيطة حاز فيها هودجكن وهوكسلي في التلاتة channels، آسف جائزة نوبل. ولا تنسى ان الانورد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل الاولانيه، هجيبها لك سؤال نون جيتد ما تلخبطش. نبتدي بقى دره هذه المحاضره وهو الاكشن بوتنشال، بس هتلاقي روحك النو تايم فاهمها.
in no time. ده سؤال نظري مهم. السؤال الاكشن بوتنشال، فهمت ليه سموه اكشن بوتنشال؟ انا مش هدخل اقول اكشن بوتنشال، الناس مش عايش اللي بقوله، لازم تعيش الفيزيولوجي لان حصل اكشن في البوتنشال. ديبولاريزيشن بلس ريبولاريزيشن، ديبولاريزيشن مرتبط بالصوديوم انفلكس بلس ريبولاريزيشن مرتبط بالبوتاسيوم افلكس. ليه اسمين تانيين، نيرف سيجنال، السيجنال يعني اشاره، ترافيك سيجنالز يعني الاشارات الضوئيه بتاعه المرور، نيرف سيجنال يعني الاشاره العصبيه، او نيرف امبلس يعني معناها النبضه العصبيه. كل حاجه لها معنى، الترمينولوجي تبقى عارفه صح. عايزين نقيس الاكشن بوتنشال، التيارات الكهربائيه في النيرف. العالم ابتدى بدايه غير ذكيه، قال لك خلاص عاوز تقيس التيارات الكهربائيه في النيرف، هات الجاليومتر الحساس اللي هو الكاثود ري اوسيلوسكوب. لو حطيت التو الكترودز على التو بوينتس على النيرف، تو بوينتس والديد ستيمولس، الكهرباء تمشي كده، يبقى هتمر على الالكترود الاولاني فتتسجل، ثم بعد شويه هتمر على الالكترود الثاني فتتسجل، يبقى حضرتك سجلتها كم مره؟ مرتين. يبقى لو حطيت التو الكترودز على التو بوينتس هسجلها مرتين، فيسموا ده باي يعني 2 فيزيك اكشن بوتنشال. وده لا يستخدم، وباذهل بيجيني حاله من الذهول لما الاقي زميل فاضل جايبها في الامتحان اشرح الباي فيزيك اكشن بوتنشال. اللي هشرحه على فكره ليه ما يصحش يجي، لان اولا ما حدش في الدنيا بيقيس الباي فيزيك. السؤال احنا عايزين نفهم ليه بطلوا يقيسوا الباي فيزيك، لان بعد السبايك اهو، السبايك شايف السبايك بيحصل تغير طويل، بياخد 40 ملي سكند، سبايك بياخد 2 ملي سكند، تغيرات طويله بتاخد 40 ملي سكند. فاقولها بعربياتنا ان قبل ما التغيرات بتكون خلصت عند الالكترود الاول بتكون بدات عند الالكترود الثاني، يعني السبايك وصل الالكترود الثاني للسبايك بس التغيرات اللي بتعقب السبايك لسه موجوده عند الالكترود الاولاني، يعني التغيرات اللي بتعقب السبايك ما زالت شغاله عند الالكترود الاولاني والسبايك وصل الثاني، بقى في كهرباء هنا وكهرباء هنا، يحصل تداخل ما نشوفش حاجه. فما حدش بيقيس الباي فيزيك ليه؟ لان الاشاره العصبيه سريعه جدا، هقولها بعربياتنا، فقبل ان تنقضي التغيرات عند الالكترود الاول لسه ما خلصتش السبايك خلص بس في وراها حاجات، لسه التغيرات الكهربائيه ما خلصتش عند الالكترود الاولاني، بيكون السبايك وصل للثاني وبالتالي يحصل لخبطه، يبقى هنا في كهرباء وهنا في كهرباء، يحصل تداخل. فده الباي فيزيك، بطل الدنيا تقيسه. قرر العالم انه يقيسه في نقطه واحده بس اللي هو المونو فيزيك، فقال لك الجالفانومتر عنده كام الكترودز؟ 2 الكترودز، مفيش جالفانومتر عنده 3 او 1، حط لي الكترود على الاوتر اهو والكترود على الانر، هما الاثنين في نقطه واحده، فلما تدي ستيمولس والكهرباء تمشي في النيرف تمر بكليهما كم مره؟ مره واحده، فتتسجل التغيرات كم مره؟ مره واحده، فسموها مونو فيزيك اكشن بوتنشال. يبقى ما حدش بيسجل الباي فيزيك دلوقتي. كانوا زمان بقى حتى مروا بمرحله غبيه شويه، كانوا عشان يسجلوها في نقطه واحده يعملوا ايه؟ يعوروا النيرف هنا، ينجر النيرف هنا، فالكهرباء توصل هنا وتقف، يبقى تسجل مره واحده هتبقى مونو فيزيك برضه. بس ليه بطلوها؟ فكر فيه، انا قلت يعملوا ايه في النيرف؟ يعملوا ايه في النيرف؟ ينجر النيرف، يعوروا النيرف عشان الكهرباء ما تكملش، يبقى انا بقيس الكهرباء في عصب متعور مصاب، مش عرفني ان دي كهرباء طبيعيه. فالقياس العالمي دلوقتي الدنيا كلها بتقيس المونو فيزيك بالطريقه اللي انا قلتها، تحط الكترود بره والكترود جوه، حتى شرحت لك الالكترود اللي جوه ده بيبقى عباره عن أنبوبة مايكروسكوبية زي النيدل كده جواها بوتاسيوم كلورايد عشان تتصل بوتاسيوم اللي جوه. حطيتهم الاثنين. فإيميديتلي في فرق جهد كام هنا فاكر؟ جوه بينقص عن بره ناقص 90، فالمؤشر يشاور يقول لي فرق جهد ناقص كام؟ 90. لسه ما بدأتش التجربة، ما اديتش حق. يعني أنا حطيت الكتروب بره والكتروب جوه، قال لي إن في فرق جهد مقداره ناقص 90. طيب يلا يا شباب. ادي ستيمولس للنيرف وشوف ايه التيارات الكهربيه اللي هتحصل هنا،
اللي احنا قلنا اهمها اللي هي مين فاكر؟ السبايك بوتنشال ده. السندنج يمثل ديبولاريزيشن صوديوم والديسندنج يمثل ديبولاريزيشن بوتاسيوم. بس احنا عايزين ناخد كل مره. ساعه ما هدي الاستيمولس للطرف العصب هنا احكي لي بالظبط ايه اللي هيحصل. وما عشقت مثل عشق النظام. هيحصل اربع تغيرات تبقى حافظ. اربع تغيرات. اربع ارقام الناس تبقى حافظها في الاكشن بوتنشال. مدتين يبقى 10 نقط. لازم عشان تقول انا خدت الفول مارك في هذا السؤال اربع تغيرات وده الاهم اللي هو ديسكريبشن. ثم تحط على الكيرف بتاعك اربع ارقام اهي. ثم تقول مدتين. لازم هو ده الاجابه. ما عشقت مستعيش في النظام. يلا شباب نبتدي. يلا نبتدي. يلا حضرتك حط لي الالكترودز على واحد على الاوتر واحد على الانر. خلاص حطيته. الجالفرومتري بيقول لك فرق الجهد كام. لسه ما بدأناش التجربه. قال لي المؤشر نزل على ناقص 90 بيقول ان فرق الجهد جوه ينقص عن بره ناقص 90. حضرتك من فضلك ساعدينا ادي الكتريكال ستيمولس لبدايه النيرف. خد بالك الكهرباء مش هتتسجل الا لما توصل لمنطقه الالكترودز. دكتور الجالفانومتر ما بيسجلش في الاوضه اللي جنبه، بيسجل اللي بيوصل للالكترود. مش عاوز اشرح. حضرتك يلا ادي ستيمولس. اديت ستيمولس فوجئت بحاجه غريبه قوي انه المؤشر اتهز. عمل حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت، يعني خلل بسبب اعطاء المؤثر. تكتب تحتيه جملتين. ما تكتبش دلوقتي، ركز معايا. يبقى الاستيمولس ارتيفاكت اهميته ايه؟ ده ارتيفاكت، يعني حاجه غلط حصل. لما اديت الاستيمولس حصل ارتيفاكت. تكتب تحتيه جملتين. ايه اهميته؟ انه it indicates the time of application of the stimulus. قال لي انا امتى اديت الاستيمولس. يبقى عرفني امتى خدت الاستيمولس. لما حصل الشخبطه دي يبقى ده الوقت اللي اديت فيه الاستيمولس. طب هو حصل ليه؟ لان انت حضرتك بتستخدم الكتريكال ستيمولس، صح؟ اللي هو الكهرباء بتاعته اينز ولا الكترودز. الكتريكال ستيمولس بتاع البيت الكترونز فائقه السرعه، فوصلت لمنطقه الالكترودز ولخبطت الالكترودز ولسه كهربه العصب اللي هي الايونات ما اتحركتش مكانها. يعني الستيمولس ارتيفاكت ده سببه كارنت ليكج، تسرب التيار من الالكتريكال ستيمولس. الكهرباء بتاعه الالكتريكال ستيمولس تسربت لمنطقه الالكترودز. ان كنت ناسي افكرك، احنا مش جايين نقيس كهربه الستيمولس، احنا جايين نقيس كهربه العصب. كهربه العصب بتعتمد على الاينز بطيئه جدا. كهربه الستيمولس زي البيت فائقه السرعه الالكترودز. فيبقى ايه سبب الاستيمولس ارتيفاكت ده؟ ان انا استخدمت مؤثر كهربائي فحصل تسرب لكهربه المؤثر الكهربائي مش النيرف لمنطقه الالكترودز، عملت الهزه دي. يعني سؤال مسكين مهم جدا انت اللي هتجاوب. يعني لو استخدمت مؤثر ميكانيكال او كيميكال او ثيرمال مش الكتريكال، ضربت العصب بس، هيحصل الاستيمولس ارتيفاكت؟ مؤثر ميكانيكال طبعا لا. امال ايه سبب الاستيمولس ارتيفاكت في حاله الالكتريكال ستيمولس؟ كهربه المؤثر، كهربه المؤثر مش العصب. طب ليه دي وصلت بسرعه ودي لسه ما اتحركتش؟ لان دي الكترونز، انما دي اينز بطيئه جدا. عاوز ناس فاهمه، مش كل الناس فاهمه. طيب نحن الان في انتظار وصول كهربه العصب اللي هي باللون الاحمر دي الى منطقه الالكترودز. هنبدا هتمشي بقى ببطء شديد. نحن في مرحله انتظار. فشوف الاسم الرائع يسموه ليتن بيريود، فتره خمول. هتوصل بعد قد ايه؟ ليتن بيريود دي تطول وتقصر حسب ايه؟ هتكتب تحتها جملتين. يعني الكهرباء اللي حصلت هنا الديبولاريزيشن بتاع النيرف، احنا بنقيس النيرف اللي حصل هنا، هيوصل لمنطقه الالكترودز ويتسجل. ما هو مش هيتسجل غير لما يوصل الالكترودز. الديبولاريزيشن اللي حصل في اول العصب هيوصل لمنطقه الالكترودز ويتسجل امتى؟ ده ديبينز على شيئين: المسافة ما بين الستيمولس والريكوردينج الكترودز وسرعة الإشارة العصبية. واحد قال لي ممكن تشرح شرح طفولي؟ قلت له حضرتك هتوصل بيتكو بعد قد إيه؟
ديبينز على حاجتين من الحياة، مسافة بيني وبين بيتي وسرعتي. طب نفس الفكرة الليتن بيريود دي بتعتمد على امتى الديبولايزيشن اللي حصل هنا هيوصل الالكترود ويتسجل، هيوصل من هنا لهنا ديبيندي على ايه؟ على الديستانس والفيلوستي. طب ايه رأيك للأوائل بقى؟ صور حتى الليتن بيريود دي اللي هي بدو فترة خاملة فاش حاجة العلماء استفادوا منها، هي دي الطريقة اللي حسبوا بيها سرعة الإشارات العصبية في النيرف. فهدي يعني مثال طفولي عشان ما ندخلش في غياهب الحسابات. لنفرض ان المسافة بين الاستيمولس والريكوردينج الكترود كانت 20 متر. طبعا مش صعبة يعني مش عصب 20 متر. لما نفرض المسافة كانت 20 متر. ووصلت الكهرباء بعد ثانيتين. يعني الكهرباء قطعت ثانيتين، قطعت 20 متر في ثانيتين، يبقى كانت سرعتها كام؟ قطعت 20 متر في ثانيتين، كان سرعتها 10 متر في الثانية. ده هجيبها لك مسألة في الام اس كيو، بس بقى هجيب لها بتعقيد رياضي. هديك مدة الليتن بيريود الكهرباء وصلت بعد قد ايه؟ والمسافة، وانت تحسب لي سرعة العصب وبالتالي نوع العصب، هل هو سي متر في الثانية، بي 10 متر في الثانية، ايه 100 متر في الثانية. يبقى حتى الليتن بيريود استفادوا منها. يبقى خلصنا حاجتين من الأربعة في الأكشن بوتنشال اللي هما معلومش أي نمرة، بس ما دخلناش في الغمي. إيه أول نقطة؟ نعيدهم تاني. أما الديت ستيمولس، أما زميلتك إدت الستيمولس حصل هنا ديبولاريزيشن، لسه مش هيتسجل غير ما يوصل هنا. لقينا المؤشر اتحرك، اتهز، عمل ستيمولس أرتيفاكت. كتبت تحتيه جملتين. إيه أهميته؟ It indicates the time of application of the stimulus. بيقول لي امتى اديت الستيمولس، وبالتالي خد بالك يساعدني في حساب الليتن بيريود وعليه سرعه الاشارات العصبيه لو عاوز تعرفها يعني. يبقى الستيمولس ارتيفاكت بيقول لي امتى اديت الستيمولس. طب وليه حصل؟ ده مش كهربه العصب اللي هي الاينز البطيئه، ده كهربه الستيمولس. احنا جايين نقيس كهربه العصب مش كهربه الستيمولس. كهربة العصب ايونات بطيئة جدا، انما كهربة الستيمولس الكترون سائقة السرعة، دي لسه ما اتحركتش، كانت دي وصلت الالكترود وعملت شوية لخبطة. يبقى سببها الجملة الثانية current leakage، تسرب التيار from the electrical، مليون خط تحت electrical stimulus. يعني لو استخدمت اي مؤثر اخر غير كهربائي مش هتحصل. طيب نحن الان حاطين ايدنا على خدنا ومستنيين الديبولاريزيشن لما يوصل من منطقة الاستيمولس إلى منطقة الإلكترود. يبقى نحن في فترة انتظار، فترة خمول اسمها ليتن بيريود. هتكتب تحتها جملتين depends على حاجتين، المسافة والسرعة من الحياة، الديستانس ما بين الاستيمولس والريكوردينج إلكترود والفيلوستي. طب إيه أهميتها الإمبورتنس الأوائل؟ هي دي اللي عرفوا منها الفيلوستي، وديت المثال الطفولي. لو ان المسافة كانت 20 متر والليتن بيريود ثانيتين، يعني الامبلس قطع 20 متر في ثانيتين، يبقى كانت سرعته 10 متر في الثانية. يبقى ده نيرف فايبرز نوع ايه ده؟ بتهيألي بيه ده. نيجي بقى للكلام المهم. وصل التغير، الحمد لله على السلامة، التغير وصل. منطقة الالكترود حصل فيها زي ما قلتك في الرسمة اللي قبلها ديبولاريزيشن. خلاص؟ حصل فيها دي بولاريزيشن في منطقه الالكترود اهي، بقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف. يعني دخل الصوديوم هنا خلى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. جوه يزيد عن بره كام؟ فاكر 35. يبقى المؤشر بدل ما هو عند ناقص 90 يطلع يشاور على كام؟ على زائد 35. اهو طلع المؤشر ده اسيندينج ليم من ناقص 90 طلع لزائد 35. يبقى هذا الاسيندينج ليم ريبريزنتنج الدي بولاريزيشن. سببه ايه سؤال ام اس كيو؟ صوديوم انفلكس من خلال انهي تشانل سؤال ام اس كيو؟ فولتج جيتد صوديوم تشانلز. عندها كم جيتس؟ كلمه 2 جيتس. حصل دي بولاريزيشن مرا بنقطتين تاريخيتين. انا قلت لك عندك اربع اعداد، احنا اتدخلنا من ناقص 90 لزائد 35، ادي عددين. مرينا بنقطتين مهمين جدا، ناقص 65 انا كاتبها بالاحمر اهي اللي هي الفورين ليفل، والزيرو
اللي هو الايزو بوتنشال. طبعا الزيرو دي نشرحها في ثانيه واحده. انا عشان اتنقل من ناقص 90 لزائد 35 لازم اعدي على الزيرو هنا. يعني ناقص 90 زيرو وبعدين زيرو لزائد 35. ايه الزيرو دي؟ يعني ليه المؤشر جه على زيرو؟ يعني مفيش فرق جهد بين بره وجوه. يعني ما انت كان جوه عليه نيجاتيف بينقص 90 هيبقى عليه بوزيتيف يزيد 30، يبقى لازم في مرحله هيبقى مفيش فرق جهد. فرق جهد زيرو، عشان كده سموه ايزو بوتنشال. ايزو يعني متساوي، الكهرباء بره زي جوه. ما انت مش هقول كان جوه عليه نيجاتيف وهيتقلب الى بوزيتيف، لازم هيمر بمرحله مفيش فرق جهد. ايزو بوتنشال يعني مفيش فرق جهد، ده زيرو. نيجي بقى الفايرنج ليفل، دي اهم حاجه بقى. ده الموضوع كله قائم على الفايرنج ليفل ده. فايرنج ليفل ناقص 65 رقم مهم جدا. حضرتك لما بتدي ستيمولس، اسمعني بهدوء كده، تفتكر النير في 1 فولتج جيتد صوديوم شانل ولا في عشرات الالاف بل مئات الالوف من الصوديوم شانلز؟ ايه رايك في الاجابه؟ هو في صوديوم شانل واحده ولا في كمية رهيبة؟ بتدي ستيمولس، الستيمولس بيفتح شوية بس في الأول سام صوديوم شانلز، فيدخل الصوديوم، خلي جوه بوستيف حاجة بسيطة، يعني يعمل ديبولاريزيشن ضعيف، صدق ولا تصدق، الديبولاريزيشن ده هو يفتح مور شانلز، فيدخل مور صوديوم فيحصل مور ديبولاريزيشن. يعني عملية بتقوي نفسها، سيلف ريجنريتيف بوزيتيف فيدباك. الاستيمولس ما بيعملش غير جزء من التغير، بيفتح شوية صوديوم شانل، بيعمل حتة صغيرة اهي من التغير، ولما يفتح شوية صوديوم شانل، فكر معايا، فتح شوية صغيرين من مئات الالوف، يدخل شوية صوديوم يعملوا ديبولاريزيشن ضعيف، يفتح كمان شوية يحصل مور ديبولاريزيشن، يفتح مور اند مور صوديوم شانل، يدخل مور اند مور صوديوم، يعمل مور اند مور ديبولاريزيشن، لحد عند الفايرنج ليفل كلهم فتحوا. فدي النقطه اللي بيفتح عندها اول صوديوم شانلز. فيبقى الصوديوم يدخل بقى في هجمه عنتريه، كل الشانل مفتوحه، يروح داخل في هجمه عنتريه، نقلت من ناقص 65 لزائد 35 ان نو تايم. عشان كده شوف كان هنا الاسندنج لين ماشي ببطء، الصوديوم شانل عماله تفتح بعض فتح بعض، لما فتحت هنا كله مفتوح، دخلوا في هجمه عنتريه نقلوها ان نو تايم من ناقص 65 لزائد 35. لما تشوفها على السكرين حقيقي باللون الاخضر، هتلاقي اللون الاخضر اللي هو بتاع الاسندنج لين ماشي ببطء في الحته دي، وفجاه اول ما يوصل هنا ما تقدرش ان نو تايم، هتلاقيه وصل هنا النقطه الخضراء. فاهم ايه اللي حصل؟ يبقى عند الفايرنج ليفل فتح كل الصوديوم شانلز. وفهمت القصه حصلت ازاي؟ الاستيمولس بيفتح شويه شانلز مش كله، يدخل شويه صوديوم يعملوا شويه ديبولاريزيشن، يفتح مور صوديوم شانل، يدخل مور اند مور ديبولاريزيشن، يفتح مور اند مور صوديوم شانل، لحد ما عند الفايرنج ليفل يفتحوا كلهم، يروح داخل الصوديوم في هجمه عنتريه يقلبها من ناقص 90 لزائد 35، ويروح قافلين كلهم مع بعض الانر جيت. انا معجب بالراجل اللي سماها فايرنج ليفل. يعني فاير يعني ايه؟ يعني حريقه. هقول لك ليه. افرض حضرتك اتجننت وقررت تولع في الشقه، لا يلزم انك تولع في كل قطعه اثاث على حده، كل فوتيه، كل كنبه، كل كومود، لا، انت ولع 3 4 بس، انت الاستيمولس، انت ولع 3 4 وهي هتولع روحها، النار هتمتد، هيولعوا كلهم لوحدهم، انت ولعت شويه بس وهم هيولعوا بعض بعد كده والشقه كلها هتولع. انا معجب بالاسره اللي سماها فايرنج ليفل. يبقى الاستيمولس بيفتح شويه صوديوم شانلز، وهم هيحصل شويه ديبولاريزيشن، يفتحوا مور اند مور صوديوم شانل، مور ديبولاريزيشن، لحد ما كله يفتح. فتعبير رائع، فايرنج ليفل، كلها ولعت. الاستيمولس فتح شويه صغيرين وبعد كده كلها ولعت. يبقى كام رقم لازم تحفظها؟ 4 ارقام اهو، ناقص 90 ناقص 65، ده اهم رقم، الفايرنج ليفل اللي بيفتح عنده كل الفولتج جيتد صوديوم شانلز،
ثم من ناقص لزائد لازم نمر بالزيرو ايزو بوتنشال. يهمني في ايه الزيرو ده؟ في حساب قوه التغير. يبقى قوه الاكشن بوتنشال من ناقص 90 لزائد 35، يبقى الطالب غبي ياخد الفرق بينهم؟ لا، من ناقص 90 لزيرو ادي 90، وكمان 35 يبقى 125. وشبهها تشبيه طفولي يا شباب. انا هو الزيرو، انا في الزيرو، في مدينه تبعد على يميني 90 كيلو ومدينه ثانيه على شمالي 35، يبقى دي 35 ودي 90. المسافه بين المدينتين قد ايه؟ ما تطرحش 90 من 35، 90 لزيرو ادي 90 وكمان 35 يبقى 125، نفس الفكره. يبقى ايه قيمه الايزو بوتنشال ده؟ بيساعدنا في حساب قوه التغير، قوه التغير 125. طيب نكمل. ماشي الديبولاريزيشن، مع السلامه. الديبولاريزيشن اللي حصل منطقه الالكتروب مشي وخرج البوتاسيوم، رجعني تاني في البولارايز ستيت اهي. حصل بوتاسيوم اي فلكس، رجعني تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه ينقص 90. يبقى بدل ما المؤشر مشاور على زائد 35 يرجع ينزل يشاور على ناقص 90. يبقى رسم ديسندنج لين يمثل ظاهرة ايه؟ الريبولاريزيشن. بسبب ايه؟ البوتاسيوم إفلكس، خروج البوتاسيوم من خلال ايه؟ الفولتج جيت البوتاسيوم شانل، فرسم لي الريبولاريزيشن. في الاول الريبولاريزيشن بيبقى رابد نسبيا، وبعدين سلو شوية. الجزء من الديبولاريزيشن والرابد ريبولاريزيشن ده شكله زي ايه ده بقى؟ زي الشوكة. يبقى هو ده السبايك بوتنشال، اهم حاجة في الاكشن بوتنشال. الجزء الرابع، لما مفروض ان الانر جيت بتاعت البوتاسيوم شانل، ما قلنا عندها جيت واحدة بس جوه، ان بعد ما يخرج البوتاسيوم ويرجع لي فرق الجوه ده ناقص 90 تقفل. ما قفلتش ليه؟ لان هي من الاول بطيئة، ما لحقتش تقفل عن ناقص 90. عامل لك ايه؟ ما لحقتش تقفل عند ناقص 90، فتسرب مور بوتاسيوم بقى، ما مش هتقفل، فعدد البوزيتيف تشارجز بره زادوا عما ينبغي، فالفرق بقى اكتر من 90، بقى جوه مش بوزيتيف بالنسبه لبره، ماتش ماتش مور بوزيتيف بالنسبه لجوه. فحصل ظاهره اسمها هايبر بولاريزيشن، بسبب ان مش كل البوتاسيوم شانل بيلحقوا يقفلوا زي ما هم بطئوا في فتحهم، بطئ في اغلاقهم. فتحوا ببطء واغلقوا ببطء، ما لحقوش يقفلوا عند النقطة اللي هي، انا اسف انا كنت بشرح والرسمة انتم مش شايفينها، ما لحقوش يقفلوا عند ناقص 90، ما لحقوش، فتسرب بوتاسيوم اكتر، فخلى بره عليه مور بوزيتيف تشارجز عما ينبغي، يعني الفرق الجهد زاد عن 90، فسموها هايبر بولاريزيشن. يبقى سببها ايه بقى ظاهرة الهايبر بولاريزيشن دي؟ ان زي ما هي بطيئه في فتحها بطيئه في اغلاقها، ما زال في صم بوتاسيوم شانل ما لحقوش يقفله، فتسرب مو بوتاسيوم، فحصل هايبر بولاريزيشن. طيب هذا الهايبر بولاريزيشن بيقعد 40 ملي سكند، بينما السبايك اللي هو اهم حاجه بياخد 2 ملي سكند. يبقى ده الشرح المفروض تقوله للاكشن بوتنشال، وتعالى بقى نعيده في عجاله تاني. الاول نتفق على النقط اللي هناخد عليها الفول مارك. لازم اشرح اربع اجزاء اللي هم ستيمولس ارتيفاكت، ليتن بيريد، سبايك، وبعدين هايبر بولاريزيشن اهي نمره 4. طيب نجيبها ونكتبها، معلش الورق بعمله في عجالة. هايبر بولاريزيشن، يبقى ده الأربع أجزاء. يبقى ده أسهل طريقة لشرح هذا الأكشن بوتنشال، اللي هو عاوز أقول لك الناس تحبه، لأن ده كهربة الجسم، تبقى فاهم أنت شغال إزاي، أنت شغال بك أدي شكل الكهرباء اللي مشغلاك. يبقى ستيمولس أرتيفاكت، ليتن بيريود، سبايك بوتنشال ده أهم حاجة، وأهم حتة فيه الديبولاريزيشن، عشان كده تو جيتس للصوديوم، وبعدين هايبر بولاريزيشن. وهبقى فاهمك ليه ربنا عمل هايبر بولاريزيشن، ليه بعدنا عن الفايرنج ليفل، عشان نريح اكتر،
يبقى الوصول للفايرنج ليفل وعمل شغل جديد ياخد مجهود اكتر وقت اكتر نريح اكتر نريح اكتر. يا ربنا بطئ الريبلايزيشن عشان نريح بالنسبه لدي وخلانا نبعد عن الفايرنج ليفل اللي هي النقطه اللي يطلع عندها السبايك نعمل هايبر بوزيشن عشان نرتاح شويه نرتاح شويه قبل ما نعمل اكتيفيتي جديده. شيء رائع. كل ده بسبب البوتاسيوم شانل عنده جيت واحده بيفتح ببطء فخلى الريبلايزيشن بطيء مقارنه بالديبلايزيشن ويقفل ببطء ما لحقش يقفل كله فحصل هايبر بولايزيشن. شوف الروعه. يبقى تاني بقى يبقى الديسكريبشن هتشرح اربع نقاط: ستيمولس ارتيفاكت، ليتن بيريود، سبايك، هايبر بولايزيشن. ده الديسكريبشن. كم رقم؟ اربعه. بتبتدي عن ناقص 90 وتوصل لزائد 35 ادي نقطتين مرورا بنقطتين واحده فيهم تاريخيه اللي هي ناقص 65 اللي هي الفايرنج ليفل اللي عندها الصوديوم شانل كلهم فتحوا فالدي بوزيشن بيبقى اكستريمي فاست كله مفتوح الصوديوم يدخل في هجمه عنطريه يقلبها لي من ناقص 65 لزائد 35 مرورا بالايزو بوتنشال اللي هو زيرو مفيش الفرق بين بره وجوه زيرو فيسموه ايزو بوتنشال ان بره زي جوه بدل ما كان جوه ينقص بقى جوه يزيد يبقى في مرحله مفيش فرق بين بره جوه ايزو بوتنشال ساعدني في حساب التغير 90 هنا وكمان 35 يبقى التغير قوته 125 وبعدين تقول عددين يبقى اربع ارقام وعددين وتو ديوريشنز ان مده السبايك 2 ملي سكندز انما مده الهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكندز هنا بقى قبل ما اعيده تاني عاوز اقول لك معلومه هم ليه سموا البوتاسيوم شانل انورد ريكتيفاينج اللي هي ما فيهاش جيتس الاولانيه هو ايه رايك مين مدته اطول السبايك ولا الهايبر بولاريزيشن الهايبر بولاريزيشن اللي هي بره فيه بوتاسيوم خرج كتير قوي صح اكتر ما ينبغي عشان فولتج جيتد بوتاسيوم شانل بطيئه ما لحقتش تقفل فسربت بوتاسيوم كتير اهو تفتكر البوتاسيوم كتير اللي اتسرب بره ده كتير عشان يرجعني تاني الايكوليبريم بوتنشال بوتاسيوم يدخل تاني لجوه منين الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل قفلت خلاص لكن في واحده نون جيتد اللي هي مين الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل يبقى مين بيدخل البوتاسيوم اللي بيخرج زياده في الهايبر بولاريزيشن الانورد ريكتيفاينج يعني معظم الوقت اللي دي مدتها 40 ملي سكند هتلاقي البوتاسيوم داخل من خلالها راجع لمكانه تاني جوه عشان كده سموها inward rectifying لان الهايبر بولاريزيشن مدته طويله جدا 20 مره قد السبايك فغالبا لما بتتفرج على النيرف يبقى في حاله هايبر بولاريزيشن 40 مقارنه ب2 بوتاسيوم كتير خرج يعني غلطه الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل انه ما لحقش يقفل بسرعه خرج بوتاسيوم كتير هيدخل منين ده من اول شانل اللي هي نون جيتد هيدخل عشان يعدل تاني التركيز بتاع البوتاسيوم يبقى لو بصيت هتلاقي غالبا الشانل اللي هي نون جيتد دي بتعمل ايه بتدخل البوتاسيوم الزياده اللي خرج في الهايبر بولاريزيشن البوزيتيف اللي خرج بتدخل عشان كده سموها انورد ريكتيفاينج بس فهمنا الاكشن بوتنشال اجين شباب في عجاله ثم نقول الايونيك بيزس تثبتها لك اكتر كم نقطه يا شباب للاوائل 10 اربع مراحل ستيمولس ارتيفاكت ليتن بيريود سبايك بوتنشال هايبر بولاريزيشن كم رقم هتحطه على الكيرف اربع اعداد ناقص 90 ناقص 65 0 زائد 35 كام ديوريشن 2 السبايك ده اللي هو اللي بيشغل مستعجلين عليه جدا 2 ملي سكند ومين الاسرع فيه دي ولا ري لازم ترسم دي قايمه اكتر من دي شويه بلاقي زميل بيرسم بتحسر على الزميل واللي بيشرح له ده مش فاهم لازم الدي بوزيشن شايف انا هي الخط المنقط ده دي بوزيشن سريع جدا مقارنه بالري بوزيشن لان هنا في 2 جيتس ربنا مستعجل على الدي بوزيشن مش مستعجل على الري وبعدين السبايك 2 ملي سكندز والدي اسرع من الري اما الهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكندز في عجاله الستيمولس ارتيفاكت يلا يا شباب حضرتك حط لي الالكترودز بره حطيتهم اه
فرق الجهد كام على نقطة واحدة، واحد جوه واحد بره، ناقص 90. اوكي، يبقى المؤشر دي نقطة البداية، دي مش جزء من التغير، عند ناقص 90. حضرتك ادينا الكتريكال ستيمولس لأول النيرف، اديتي ستيمولس، حصل هنا دي بولاريزيشن، لسه ما وصلش لمنطقة الالكترود اللي هي بيسجلها الجالفانومتر، ومع ذلك المؤشر بتاع الجالفانومتر اتهز، عمل غلطة في لحظة إعطاء المؤشر، اسمها ستيمولس ارتيفاكت. دي نمرة واحد. تحتها تكتب جملتين، it indicates الستيمولس وسببها ان انا بستخدم الكتريكال ستيمولس، فكهربت الستيمولس الالكترون سريع جدا جات للالكترودز ولخبطت شويه المؤشر، ولسه الايونات لسه كهربت العصب ما اتحركتش. واحنا جايين نقيس كهربه العصب، الاكشن بوتنشال اسمه نيرف، نيرف سيجنال، نيرف امبلس، جايين نقيس النيرف مش الستيمولس. انت فهمت ايه اهميه الستيمولس ارتيفاكت ليك انت؟ مش هتكتبها، ان هي بتساعدني في تحديد بدايه التمبيرو اللي بتساعدني في حساب السرعات، ازاي اعرف السرعات؟ العالم يفكر. نحن الان في انتظار وصول الديبولاريزيشن من مكان الاستيمولس الى الالكترود عشان يتسجل، احنا مستنيين ادنا على خدنا ليه تمبيرو. هتكتب تحتها جملتين، تطول وتقصر حسب حاجتين، الديستانس ما بين الاستيمولس والالكترود والفيلوسيتي، واستغليناها في ايه؟ في حساب الفيلوسيتي. يبقى رجع الفيديو بس، وصلنا المهم، وصل الديبولاريزيشن الحمد لله على السلامه، بدل ما جوه بينقص 90 في اثناء ديبولاريزيشن، جوه لما دخل الصوديوم حصل فتح الفولتج جيتد صوديوم شانل، حصل صوديوم انفلكس خلى جوه يزيد عن بره زائد 35، فالمؤشر اتنقل من ناقص 90 لزائد 35، رسم اسندنج ليمب يمثل ظاهره الديبولاريزيشن، سببها صوديوم انفلكس دخل عن طريق فولتج جيتد صوديوم شانلز. مرورا بنقطتين مهمتين، ناقص 65 هي الفارينج ليفل، الاستيمولس فتح بعض الصوديوم شانل، والديبولاريزيشن لما دخل شويه صوديوم شانل عمل ديبولاريزيشن فتح شويه اكتر لحد ما عند الفارينج ليفل كلهم فتحوا بعض. وقلنا ليه سموها فارينج ليفل؟ اللي عندها بيفتح كل الصوديوم شانلز. ثم الزيرو بتساعدنا في حساب قوة التغير، يبقى من ناقص 90 لزيرو اللي هو الايزو بوتنشال، بره زي جوه، الفرق الجهد زيرو، يسموه ايزو يعني متساوي، ايزو بوتنشال كهرباء بره زي جوه زيرو، يبقى كده 90 وكده 35 يبقى 125. مشي الديبولاريزيشن، مشي ورجعت الحته تاني دي في حاله ري بولاريزيشن، خرج البوتاسيوم، بوتاسيوم ايفلكس من خلال الفولتج جيت بوتاسيوم شانل، رجع لي بره بوستر جوه نيجاتيف جوه ينقص 90، فالمؤشر نازل ناحيه 90. يبقى رسم ديسندنج لين يمثل ريبولاريزيشن، سببه بوتاسيوم افلكس من خلال فولتج جيتد بوتاسيوم شانل. ليه بطيء مقارنه بالديبولاريزيشن؟ دي كانت 2 شانل، انما دي 1 شانل، وده مش بطيئه في فتحها بس وفي اغلاقها كمان، ما لحقتش تقفل على ناقص 90 فتسرب بوتاسيوم اكتر، فبقى بره مور بوزيتيف، بقى بره مور بوزيتيف بالنسبه لجوه، ما لحقتش تقفل على ناقص 90 زي ما هي بطيئه في فتحها بطيئه في فتسرب بوتاسيوم اكتر خلى بره مور بوزيتيف، عمل لي ظاهره اسمها هايبر بولاريزيشن. فاضل نقطتين، تقول الديوريشن مده السبايك 2 ملي سكند، مده الهايبر بولاريزيشن 40 ملي سكند، وحتى الارقام ماده للتامل، ربنا عاوزنا نريح فخلى الريبولاريزيشن بطيء 1 جيت للبوتاسيوم، وخلاه حتى معقوب بهايبر بوزيشن، بنبعد عن الفارينج ليفل اللي هي النقطه اللازمه لبدايه السبايك لبدايه الاكتيفيتي. اربع اجزاء، ستيمولس ارتيفاكت ليتن بيريود سبايك، سبايك ده اهم حاجه عند هايبر بوزيشن. اربع ارقام، ناقص 90 لزائد 35 مرورا بناقص 65 دي مهمه جدا، وزيرو ايزو بوتنشال، ثم تو ديوريشنز 2 ملي سكندز 40 ملي سكندز، ثم حاجه فوق البيعه زحلقناها كده، هم ليه سموا النون جيتد شانل بتاعت البولاريستيت انورد، مع انها في اثناء البولاريزيشن كانت بتخرج بوتاسيوم، لان الهايبر بولاريزيشن مدته طويله، فالبوتاسيوم اللي خرج خطا من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل هيتسرب ويدخل لجوه من خلال اللي هي نون جيتد اللي هي انورد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل، عشان كده سموها انورد، لانها بترجع ويدخل، يدخل بوتاسيوم جوه يرجع مكانه تاني.
دي الإجابة الأوائل، دي الإجابة كما ينبغي أن تفهم وإلا فلا. تبقى فاهم كويس قوي القصة حصلت إزاي. عاوز تفهم أكتر ديني 5 دقايق من وقتك وانت هتفهم أكتر وأكتر وأكتر بإذن الله. في أصعب حتة في النيرف يا شباب، بعد كده المحاضرة القادمة في النيرف تبقى سهلة جدا، فضل لنا محاضرة محاضرة ونص بكتير بإذن الله. الرسمة دي أنا زميل فاضل هنا هو اللي عاملها بتجاوب كل الأسئلة، مش رسمتي، لابد أن نرد إلى كل ذي حق حق. إنما رسمة رائعة ومن روعتها بقت وورد وايد، بياخدوا عن العبد الله رسومات وباخد منهم رسومات. الراجل ده بقى ما عاوز أفهمكم الأول، مفيش أكشن بوتنشال يا ولاد تكتبوه من غير أيونيك بيزيس، تاخد صفر لو في أي أكشن بوتنشال، هي العنوان أهو. ما كتبتش الأيونيك بيزيس يعني مين الأيونات اللي ساهمت فيها، هتاخد صفر. فالرسمة دي هي الوحيدة اللي بتجاوب بطلاقة وبسهولة شديدة الأيونيك بيزيس. في 6 أسئلة المهمين هما 2 3 4 دول أكثر أهمية. افهم الأول الرسمة دي نفهمها مع بعض. الراجل ده حط في ناحية الفولتج جيتد صوديوم تشانلز وقلت انهم مش واحدة، لكن عشان ما لخبطناش خلاهم 2. لما واحدة تفتح تبقى صم، لما الاثنين يفتحوا يبقى اول صوديوم تشانل فاتحين زي في الفارنج ليفل. ونفس الكلام الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز حط 2، لما الاثنين فاتحين يبقى كلهم فاتحين، واحدة فاتحة واحدة قافلة يبقى صم. يبقى فهمت ليه اختار 2؟ عشان نقول اول اور صم. ما فيش رسمة وورد وايد، شوف اهو يعني انا بأحي الزميل مش بأحي نفسه، تجاوب هذه الاسئلة افضل من هذه الرسمة. واستأذنت وخدتها منه، مش رسمتي، لن ادعي لنفسي ما ليس لي. مش زي عندنا ياخدوا امهات الكتب ويقعدوا يطبعوها ويضيع حق المؤلف، فيش هنا الكلام ده. هنا في احترام تام لحقوق الإنسان في التأليف والنشر والكلام ده، مفيش خطف. حاجة عندنا هتمسك أي كتاب تتصوره في أي حاجة، لا غلط غلط. إنما الأمم والأخلاق، حافظ إبراهيم أعتقد كده. طيب بص معايا، إحنا عندنا 6 أسئلة. في الريستنج ممبر بوتنشال في سؤال، إيه الوضع بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانل الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل لحد الفايرنج ليفل سؤال، في الديبولاريزيشن سؤال، في الريبولاريزيشن سؤال الرابع، في الهايبر بولاريزيشن سؤال الخامس، عشان نرجع تاني للريستنج سؤال السادس. طيب اول سؤال في MSQ، في اثناء نمره 1 الريستنج ميمبرين بوتنشال اهو 1، بيبقى مين فاتح في الفولتج جيتد صوديوم شانلز والفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز؟ الاجابه الاثنين قافلين، هما فولتج جيتد، لازم يبقى ما بيفتحوش دورينج ريست. مين اللي فاتح دورينج ريست؟ ما بزهقش عدالك تاني، الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. ليه فاتحه؟ لانها نون جيتد، ما عندهاش جيت، الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. انما في اثناء الريستنج ميمبرين بوتنشال بيبقى بوث فولتج جيتد صوديوم شانلز وفولتج جيتد بوتاسيوم شانل قافلين، سؤال داخل سؤال. الصوديوم قافله بانهي جيت؟ بالاوتر جيت، هي عندها اوتر وانر، عندها 2 رقم الساعه الصوديوم 2. الاليق عشان الصوديوم بره تمنع دخوله تبقى قافله بالاوتر. وفاهمين ليه ربنا عامل 2 جيتس؟ عشان دي تفتح والانر تقفل فيبقى سريع. بينما البوتاسيوم قافله، هي ما عندهاش غير جيت واحده. طب ربنا يحطها فين وراء الخلق خالق؟ البوتاسيوم اساسا جوه فموجوده على الانر سايد. يبقى هنا في سؤالين مهمين جدا في ام اس كيو، during resting membrane potential what about the voltage gated sodium and voltage gated potassium، الاثنين قافلين، سؤال داخل سؤال. الصوديوم قافل بمين؟ بالاوتر، والبوتاسيوم قافل بالوحيده اللي يمتلكها وهي موجوده جوه، ما بيسماش انر ما عندوش 2، بالجيت اللي موجوده على الانر سايد. طيب ندي ستيمولس لحد الفايرنج ليفل، قلنا بقى صم صوديوم تشانل بيبقوا فاتحين بيفتحوا كلهم هنا. ففي نمره 2 قبل الفايرنج ليفل
في some sodium channels فاتحين some بس. سؤال مهم جدا. والبوتاسيوم قافل لسه ملحقش يفتح. طب في اثناء الديبولايزيشن ده واحد من اصعب الاسئله، مين اللي فاتح بعد الفايرنج ليفل؟ بص نمره 3 هنا، all sodium channels all كلهم فاتحين وسام بوتاسيوم شانل. انا قلت الاستيملس بيبتدوا زي سباق الاحصنه، بيبتدوا مع بعض بس اسرع جيت الاوتر بتاع الصوديوم ثم الانر ثم البوتاسيوم جيت، فكل الصوديوم فاتح لكن ابتدى يفتح بعض البوتاسيوم. طب اقول لك بيجي السؤال ازاي؟ في اثناء الديبولاريزيشن البرميابيلتي بتزيد للصوديوم، هجيبها لك سؤال، ولا البوتاسيوم ولا لكليهما؟ اختار الاجابه بالرسمه. في اثناء الديبولاريزيشن بيزيد البرميابيلتي تو صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم. صوديوم بس غلط، لكن بما لا يقارن لمين؟ الصوديوم. فتحصل ظاهره ال ديبولاريزيشن. سؤال اصعب الاسئله، في اثناء الديبولاريزيشن البرميابيلتي ما بتزيدش للصوديوم فقط، للصوديوم اساسا، كل الصوديوم شانل فاتحه لكن ابتدى يفتح سام بوتاسيوم شانل. طيب نمره 4 ريبولاريزيشن، قفل الصوديوم هنا بالانر جيت، كل الصوديوم قفل هو هنا بالانر جيت، ده سؤال. يبقى في اثناء ريبولاريزيشن اول صوديوم شانلز ار كلوزد، بمين بقى؟ بالانر. قلت الانر هي الان اكتيفيتد، هي اللي وقفت النشاط. الاوتر لما بتفتح تشتغل، يبقى الاوتر اكتيفيتد، انما الانر بتوقف النشاط ان اكتيفيتد. ودلوقتي فاتح كل البوتاسيوم شانل، اول بوتاسيوم شانل. سؤال صعب هيسالك، وات ذا كوز اوف ريبولايزيشن؟ الطالب العادي يقول بوتاسيوم افلكس من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل، الاجابه خطا. انت عشان تعمل ريبولايزيشن لازم الاول توقف الديبولايزيشن. عربيه ماشيه لقدام، ماشيه لقدام اهي، وبعدين عاوز تجيب لورا، ماشي لقدام، يبقى لازم الاول توقف القوه اللي ماشيه لقدام وبعدين تجيب لورا. يبقى الاوائل وهنا فقط تصنع الاوائل. What is the cause of repolarization? Inactivation of sodium channel ثم inactivation of sodium channel ثم activation of all voltage gated potassium channel. طيب السؤال الخامس، ما سبب الهايبربولاريزيشن؟ ان البوتاسيوم شانل زي ما بيفتحوا ببطء بيقفلوا ببطء، لسه في سام بوتاسيوم شانلز فولتج جيت بوتاسيوم شانل ار ستيل اوبند، فتسرب من خلال البوتاسيوم فحط بره مور بوزيتيف تشارجز فعمل هايبر بولاريزيشن، بقى بدل ما فرق الجهد ناقص 90 بقى ناقص 100 ناقص 110، بقى الفرق مش 90 الفرق 100 110. قلت لك ماينس دي ملهاش دعوه، ما دي مش رياضيه، ماينس دي مش حاجه رياضيه، دي بتقول لك ان جوه بقى في مور نيجاتيف. طب خدت بالك للي عندك ذكاء، ايه الفرق بين الرسمه 5 في الصوديوم وواحد في الصوديوم؟ ان احنا الصوديوم شانل هنا مقفوله ورجعنا قفلناها تاني، بس قفلناها بالشانل غلط، هنا كانت مقفوله بالاوتر، هنا مقفوله بالانر. عشان نرجع تاني للريستنج ممبر بوتنشال اللي هو نمره 6، لازم الصوديوم شانل تصلح روحها، بدل ما هي قافله بالانر ترجع تاني تقفل بالاوتر، والبوتاسيوم هو قفل عادي خالص، ونبتدي دوره جديده. واحد ده اسمه ايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال. يبقى النهارده جاوبنا سؤالين يا شباب، اللي هو اهم سؤالين في النيرفا مصر، الشانلز اللي خدوا فيها جائزه نوبل وفهمتوا ليه بيجيبوها، عشان دي جائزه نوبل هودجكن وهاكسلي، ثلاث فصول، البولارايز ستيت المسؤول عنها الانورز ريكتيفاين بوتاسيوم شانل اللي هي نون جيتد، ثم الديبولاريزيشن فولتج جيتد صوديوم شانل يعمل صوديوم انفلكس ديبولاريزيشن، ثم فولتج جيتد بوتاسيوم شانل يعمل بوتاسيوم افلكس خروج ريبولاريزيشن. ده سؤال يجيب لك اتكلم على الشانلز اللي في النار. سؤال ثاني الاكشن بوتنشال، من غير ما يطلب حضرتك تكتب الاونيك بيسس. عايده تاني كام سؤال هنا، انا عادل الاسئله، ما انا احب النظام جدا، ما عشقت مثل عشق للنظام. تبقى معايا هنا تفهم فيسيولوجي، في مكان اخر محاضره اخرى في اليوتيوب مليان محاضرات تحفظ فيسيولوجي. بس
فزي ما بقول كان حتى احد الطلبه الامريكان هنا خرج بيقول لهم انجلش ذا ايجيبشن بروفيسور وبعتز بكلمه ايجيبشن ما يعرفش اسمه مش عارف ينطق اسمه از دوينج ماجيك فهمنا تماما ماجيك. بص تاني كام سؤال ستة شباب هنقوله ونقفل. في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال ايه وضع الفولتج جيتد صوديوم ووضع الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل قبل الفايرنج ليفل؟ السؤال الثاني الديبولاريزيشن بعد الفايرنج ليفل اللي عند فايرنج ليفل فتح كل الصوديوم شانل فتحوا بعض سموها بوزيتيف فيدباك او يسموها سيلف ريجينيتيف يعني تغذيه ذاتيه بيغذوا بعض زي الحريقه ما بتغذي روح انت تولع في شويه وهي تولع في روحها في الباقي ثم ريبولاريزيشن ثم السؤال الخامس الهايبربولاريزيشن ثم ازاي هنرجع ايه الفرق بين هنا وهنا ان لا الصوديوم ملخبط لازم نعدلها في نمره 6. اول سؤال في سؤالين في اثناء الريستنج ممبر بوتنشال بولارايز ستيت مي وات اباوت ذا فولتج جيتد صوديوم اند فولتج جيتد بوتاسيوم شانل الاثنين قافلين سؤال داخل سؤال صوديوم قافل بالاوتر وهو الاليق لان الصوديوم بره لانه وراء الخلق عاقلا نسميه الله. طب الفولتج جيت بوتاسيوم شانل عندها جيت واحده الاليق انها تبقى لجوه عشان تمنع البوتاسيوم اللي جوه انه يخرج يبقى سؤالين الاثنين قافلين دي قافله بالاوتر صوديوم ودي قافله باللي جوه. ممكن في سؤال ثالث مين الوحيده اللي فاتحه في اثناء ريستنج ممبر بوتنشال انت عارف الانوردز ريكتيفاين بوتاسيوم شانل لانها نان جيتد ودلوقتي بس عارف ليه سموها انورد. اتمنى السؤال الثاني قبل الفايرنج ليفل بيبقى سام بوتاسيوم شانل فتح بس سام صوديوم شانل اسف سام صوديوم شانل فتح وكل البوتاسيوم شانل قفل. طيب بعد الفايرنج ليفل ده اصعب سؤال بقى يا شباب في اثناء الديبولاريزيشن بيفتح اول صوديوم ولان ابتدوا مع بعض زي سباق الاحصنه بس دي سريعه جدا دي فتحتهم كلهم دي فتحت شويه فبقت المحصله لصالح مين الصوديوم فحصل ديبولاريزيشن. يبقى في اثناء الديبولاريزيشن بيفتح الصوديوم بيفتح الاوتر عشان يسموا الاوتر اكتيفيتد وفتحت كل الصوديوم وصام بوتاسيوم. فما يجي لي في الام اس كيو ديورينج ديبولاريزيشن البرميابيلتي بتزيد للصوديوم ولا البوتاسيوم ولا لكلاهما للاوائل لكلاهما بس اقولها بطريقتي صوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ثم بوتاسيوم في بوتاسيوم ثنائي. في اثناء ريبولاريزيشن الاوائل ما سبب ريبولاريزيشن عربيه طالعه لفوق ماشيه في الاتجاه ده هنعمل كده الاول توقف القوه دي يبقى تقول ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانلز ان اكتيفيشن بانهي جيت هي الان اكتيفيتد جيت فاكرها بالسمع بالانر جيت ان اكتيفيشن صوديوم شانل نقفل انر ان اكتيفيشن صوديوم شانل ثم اكتيفيشن اوف اول بوتاسيوم شانل. السؤال الخامس الهايبر بولاريزيشن ليه حصل هايبر بولاريزيشن؟ لان زي ما البوتاسيوم شانل بطيئه في فتحها بطيئه في اغلاقها في شويه ما لحقوش يقفلوا فتسرب بوتاسيوم عمل هايبر بولاريزيشن خلى الاوتر سيرفس عليه بوزيتيف تشارجز بالهبل وانت فاهم حاجه لينا بره القصه دول هيدخلوا عن طريق ايه دول زياده طريقتين هتدخلهم الصوديوم بوتاسيوم بامب طبعا لكن في طريقه ثانيه الانرجيت فاين بوتاسيوم شانل يبقى في وسيلتين للبوتاسيوم الزياده اللي غير مكانه ويرجع مكانه الصوديوم بوتاسيوم بامب 100% والانورد اكتفاين بوتاسيوم شانل وفهمت في الحاله دي هيدخلوا تاني عشان كده سموها انورد. طب خدت بالك الاسكال الفرق بين الرسمه الخامسه بالنسبه للصوديوم واحد هنا قافله وهنا قافله بس هنا قافله بالاوتر هنا قافله بالغلط بالانر فلازم نرجع الى موقعنا مره اخرى. ده الايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال. ولا تنسى انا عاوزك تحب الموضوع مش تستصعبه. انت النهارده ما درستش محاضرة في النيرف انت درست كهرباء الجسم الانسان حي بهذه الكهرباء لو توقفت الكهرباء يبقى جثة هامدة. كهرباء الجسم اللي هو الاكشن بوتنشال اللي هو اهم ما فيها ايه يا شباب سبايك بوتنشال اللي هي 3 و 4 اللي هي اهم ما فيها ايه 3 ديبولاريزيشن صوديوم انفلكس
من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانلز. وعشان دي بقى دي اللي بتعمل اكتيفيتي ربنا مستعجل عليها جدا. فعمل كام شانلز؟ اثنين الصوديوم، كام جيت اسف، اثنين اوتر جيت لما تفتح يدخل الصوديوم، دي الاكتيفيتي جيت. ولما في 1/10 من ثانيه يدخل الصوديوم بكميه محسوبه يخلي جوه يزيد لاول مره 35 عن بره، تقفل الانر، يبقى الانر اللي بتوقف النشاط. فالانر انر هي الان ان ان اكتيفيتد جيت، الاوتر هي الاكتيفيتد، والزمن انت بس اللي عارفه 1/10 من الثانيه. كافي ان ينعكس الاستقطاب ريفرسال بولاريتي، بنسميها مجازا ديبولايزيشن، من ناقص 90 لزائد 35، وهو ده اللي بيشغلك. العضله عندما تنقبض، والغدة عندما تفرز، والعين عندما تبصر، والأذن عندما تسمع، والعقل حينما ينضح بأفكاره، ما هو إلا action potential، ما هو إلا spike potential، ما هو إلا depolarization sodium influx من خلال voltage gated sodium channels. وكم جيت؟ 2 جيتس. الاوتر اكتيفيتد تفتح يحصل اكتيفيتي، ونوقفها بالانر، انر هي الان اكتيفيتد. هو ده الاكشن بوتنشال يا شباب، كما ينبغي ان يفهم والا فلا. وده بيزس الفسيولوجي، هو البيزس بتاع الميديسن. تفهم فسيولوجي تفهم ميديسن. جائزه نوبل تعطى في الفسيولوجي والميديسن، مش في اي ماده تاني. لا يمكن هتفهم الخلل في الوظيفه الا لو فهمت الوظيفه. بشكركم على وقتكم. انا عارف طولت شويه، بس ما كانش ممكن اقف غير بعد ما عيد تكرارا ومرارا هذا الجزء. اشكركم لحسن انصاتكم، ما حدش عامل اي هيصه انا متاكد، وانكم اديتوني زي ما هقعد اقولها، ما هو اغلى حاجه؟ الوقت. الوقت هو اغلى حاجه، اديتوني وقتكم، واتمنى اكون افدتكم بالوقت ده. ولم يبقى الا الدعاء والتوفيق، وفقكم الله. بس قبل ما اختم عاوز اقول نقطه، ان احنا موعدنا هتبقى للسنه الاولى كالاتي. بليز بقى، عشان مش عاوز كل مره واحد يكتب لي ده اولى ولا تانية. هناخد باذن الله الجمعه نيرفا مصر، هناخد باذن الله عشان يبقى في سبيسنج صح. الاثنين هناخد انتروداكشن، الاربع هناخد اوتونوميك. احنا خدنا المره اللي فاتت ايه، متهيألي كانت انترو اسف. يبقى هناخد الجمعه نيرفا المصل، الاثنين اوتونوميك، الاربع انتروداكشن. لما نخلص انتروداكشن مش هاخد نص محاضره، هنرجع تاني بلادي يا شباب عشان تبقوا عارفين. يعني تاخد نص محاضره الاوتونوميك، فاضل له محاضره محاضره ونص. يبقى عندنا المواعيد كالاتي، اكتبها سجلها من فضلك لنفسك عشان ما تقعدش تسالني اي يوم غير دول، يبقى مش تبعك. جمعه 2 4 باذن الله، جمعه 2 4. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.